السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة ولاء حافظ، بورد سيرتيفايد 2016. النهاردة أنا معاكم في شابتر من يمكن من أصغر شباتر البورد معانا، والشابتر ده يمكن يعني مش هقول لكم شابتر ظريف ولذيذ زي ما كتير مننا بيقول في مقدمة الشباتر، هو للأسف شابتر بعيد عن شغلنا قوي، خاصة لو احنا شغالين في صيدليات أو شغالين في مستشفيات، فهو شابتر بعيد عن شغلنا. يعني هو يعني يمكن أكتر ممكن في الشركات أو في صناع البيزنس أو صناع القرارات بيستخدموا الحاجات دي أكتر. لكن هقول لكم نصيحتي، ان محدش يا جماعه يخش الامتحان وهو ما سمعش الشابتر اول مره يشوفه خالص. على الاقل يعني على الاقل اسمعه، مش هقول لك اقعد ذاكر واحفظ الشابتر، بس على الاقل اسمعه. مش هياخد من وقتك ساعتين ثلاثه احنا مضيعهم يعني في اليوم، بس تبقى واخد تريك على المنهج. ومحدش ياخد يعني ان فور جرانتد يعني ان انا ده شابتر صغير مش هيجي لي سؤالين. طب ايه المشكله لما اوقع سؤالين في الامتحان؟ لا، هي ما بتحسبش كده، لان والله اوقات كتير الامتحان بيركز في شابتر محدش كان يخطر على باله ان هو يكمل الاسئله ده. فنعمل اللي علينا ونسمع على الاقل الشباتر. وعامه الشابتر برضو البورد عندنا مش بيقيس حفظ على قد ما هو بيقيس انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي ولا لا. فلو انت لو سمعته وفهمت الشابتر كويس ما تحتاجش قوي ان انت ايه تضيع في وقت كبير. ان شاء الله هحاول ايه ابسط لكم او اختصر الشابتر على قد ما اقدر عشان ما اضيعش وقتكم. يعني هو الشابتر مقسم لقسمين، القسم الاولاني فارماكو ايكونومكس والقسم الثاني بيشنت ريبورت اوتكمز. الجزء الفارماكو ايكونومكس هو بيشرح لنا يعني الايكونومكس الدواء نفسه، او ايكونومكس مش الدواء بس، ايكونومكس الفارماسيوتيكالز كلها، وان انا امتى هختار ده ما اختارش الدواء ده. لو انا عايز اعمل المشروع ده مين هيفيدني اكتر، وهل الحاجه دي تستاهل القيمه اللي تصرف عليها ولا لا. ده باختصار يعني الفكره كلها عن جزء الفارماكو ايكونومكس. الجزء الثاني بيشنت ريبورتد اوت كومز، هو ده بيهتم اكتر من البيشنت، يعني الانترفنشن اللي انا بعملها دي او الحاجه الدواء اللي انا بقدمه او المستشفى اللي ببنيها او الخدمه، اي خدمه عامه بقدمها للبيشنت. فهل هي دي البيشنت بقى مدى رضاؤه عنها؟ يعني هو البيشنت ده راضي ولا مش راضي، وشايف ان هي الحاجه دي تستاهل فلوس سواء بيدفع فلوس او لا. وهل الحاجه دي مثلا لو انا مثلا عملت انترفنشن دي مثلا في عياده او كده، هل ده مثلا خفف عنه الحاجه اللي بيشتكيها ولا لا؟ الحاجه دي انا ضيعت فلوسي على الفاضي. فده الجزئين اللي ايه بنتكلم فيهم في المنهج. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي شويه ديفينيشنز كده. ايه هو الفارماكو ايكونومكس؟ هي حاجه بتعمل كومباريزن لجزئين، هو كومبيرنج ايكونوميك ريسورسز كونسيومد تو برودوس ذا هيلث اند ايكونوميك كونسيكوينسز اوف برودكت اور سيرفيس. انا عندي انبوت وعندي اوتبوت. الانبوت اللي هو الايكونوميك ريسورسز ده الحاجات اللي انا بدفعها او بنفقها سواء ماديه او سواء حتى مثلا بجيب عمال او بجيب ناس بتشتغل عشان خاطر تقدم لي خدمه دي، فدي كل ده ايفورتس معموله، فهي دي كلها انبوت. الاوتبوت هي الحاجه اللي انا باخدها بقى، الاوتبوت هي الخدمه اللي انا ايه او البرودكت اللي انا باخده في الاخر. في ديفينيشن تاني عندنا هو الفاليو. ايه هو الفاليو؟ الفاليو هو هيلث اوت كام بير دولار. يعني دلوقتي الحاجه اللي انا الخدمه اللي بقدمها دي تساوي كام؟ تستاهل كام؟ ايه قيمتها عندي؟ هي دي اسمها الفاليو. تمام. في حاجه ثانيه اسمها اوبورتونيتي كوست، برده من ضمن الديفينيشنز المهمه معانا. ايه هي اوبورتونيتي كوست؟ هي بالعربي ببساطه هي تكلفه الفرصه الضائعه. يعني ايه تكلفه الفرصه الضائعه؟ يعني انا معايا دلوقتي 10 دولار، تمام؟ ال 10 دولار دي انا هشتري بيها حاجتين، يا اما هشتري بيها دواء ايه، الدواء ايه لو انا صرفت ال 10 دولار دي في الدواء ايه انا مش هقدر اشتري دواء بي، خلاص الفلوس اللي معايا خلصت. فدي اسمها تكلفه الفرصه الضائعه. ويمكن مثال عملي للموضوع ده زي مثلا التامين الصحي مثلا، سواء مثلا في دول الخليج مثلا او حتى في مصر. لو انت ليك تامين معين بيبقى مثلا انت ليك ابر ليميت في الايه في التامين. يعني مثلا بيقول لك انا السنه دي تامين مثلا معين انا حاطط لك ابر ليميت للاسنان، تعمل اسنانك مثلا ب 1000 دولار، تمام، او 1000 جنيه. فانا مثلا عايز اعمل مثلا كذا حاجه في اسناني، وطبعا حاجات الاسنان يعني غالبا بتبقى تكلفتها كلها عاليه. فبالتالي انا مثلا بختار، انا مثلا عملت كراون او اثنين كراون في الدرس ده، انا كده الفلوس بتاعت التامين بتاعتي خلاص كده، اي حاجه فوق ال 1000 كده انا اللي هدفعها. فبالتالي انا لما ابتدي اخد اي خطوه لازم افكر ايه هي الاوبورتيونيتي كوست، ايه هي الحاجه اللي انا هخسرها طالما انا هعمل كراون. لا طبعا عملت مثلا اثنين كراون لاسناني، انا مش هقدر مثلا اعمل علاج عصب مثلا طول السنه. فانا ببتدي افكر بقى تستاهل او ما تستاهلش، هي دي تعريف الاوبورتيونيتي كوست. تمام. تاني حاجه بنعمل حاجه ايه هي برده كل ده من ضمن المقدمه عن الشات، بيقول لك ايه هي الايفالويشن اوف انترفنشنز. ان انا لما عندي انترفنشن معين، دواء معين نازل السوق، حلو كده، انا عايز اقيس اربع حاجات: افيكاسي، افكتيفنس، افشنسي، وايكويتي. اول حاجه الافيكاسي. الافيكاسي دي هما كلهم بنفس المعنى، ايه هي ايه هي الفايده او ايه هي كفاءه الحاجه اللي عندي دي. تمام. بس الكفاءه دي ايه؟ الكفاءه دي اول حاجه الافيكاسي هي كفاءه الحاجه. لو انا عامل كنترولد اكسبيرمنت، انا عامل اكسبيرمنت عندي محدد، انا عندي محدد البيشنت سواء سنهم سواء حالتهم سواء الكومبلاينس للدواء سواء اللي بيقدموا السيرفيس نفسها مين، انا عامل ارتفيشال وورد، انا عامل عالم صناعي انا بدي فيه الدواء، فهي دي بسميها الافيكاسي. تمام.
لان تاني نوع حاجه اسمها effectiveness. effectiveness ده في ارض الواقع بقى, يعني لما تدي الدواء ده في ارض الواقع ممكن البيشنت يوم ياخده ان ما خدوش, ممكن البيشنت يبقى مثلا عنده complications تانية هتأثر مثلا هتقلل او هتزود تأثير الدواء ده, فهو ده اللي هنسميه effectiveness. efficiency انا بقيس بالموني بقى, هي دي هخش فيها بقى دي في الموني, وهي دي اكتر حاجه انا بستخدمها في الفارماكوايكونومكس. هل بقى الحاجه اللي انا الدواء ده يستاهل 1000 سنه دفعتها, ولا كان في ممكن حاجه تانية مثلا efficiency بتاعتها على عندي دواء ايه ودواء بي. efficiency بتاعه ده ان الانتيبايوتيك ده مثلا البيشنت بتاعي خف ودفع $10, الدواء التاني بتاعي دواء بي البيشنت خف بس دفع مثلا $7, فانا هحسب ده الافشنسي بتاع ده كام والافشنسي بتاع ده كام واشوف من الاعلى, وهو ده اللي انا ايه الاعلى الافشنسي بتاعته اعلى هو ده اللي هستخدمه. يعني ممكن دواء غالي ما يستاهلش, يعني هيعمل نفس كفاءه, هو نفس كفاءه الدواء الاقل مثلا في الكوست. فهي دي اللي انا بحط لها, انا بقيس بالفلوس, يبقى هي دي اسمها الافشنسي. رابع حاجه هي اسمها ايكويتي. الايكويتي دي بقى داخل فيها اثكس, هل الدواء ده هو هل الاكسبيرمنت دي فيها متابعه للاثكس. يعني انا مثلا عايز اعمل اجرب دواء كانسر, فانا هجيب مثلا بيشنت الناس البيشنتس دولت مثلا سلام, او انا ممكن اعالجهم بدواء تاني, ليه اجرب عليهم دواء, يعني ليه اضيع فرصهم في الشفاء بدواء تاني. فدي حاجه اسمها الايكويتي اللي هي داخل فيها حته الاتكس. تمام, هنتكلم على الاوتكمز. الاوتكمز فارماكوايكونوميك اناليسيز ار بيزد اون تو كومبوننتس, اوتكمز وكوست. اللي احنا قلنا الاوتكمز اند كوست. The health related outcomes are the result of the resources input of the system. انا دفعت حاجه ال outcome هي ايه, sorry معلش, the health related outcomes are the result of resources input to the system. ال outcomes نتيجه ان انا حطيت فلوس, هي دي ايه نتيجه ان انا عملت, قلنا زي ما قلنا كده ال input هي دي هيديني ال outcomes. تمام, ال outcomes also known as consequences or benefits are the ultimate result of a pharmacy intervention or service. Outcomes are usually measured related to a desired result or reduction in a desired result. ال outcome دي سواء انا مثلا بدي علاج مثلا تفتيح, فال outcome بتاعي انا بفتح البشرة او بفتح مثلا صفات معينة, او اقلل undesirable result مثلا حاجة عندي, مثلا عندي sneezing, عندي running nose, فانا الحاجة دي اقلل undesirable result. فهي ده الاوتكم عندي. ده كلام ايه كله ايه يعني معروف بالبديهة, ايه هي الاوتكم, ايه هي يعني ايه روحها ما ضيعوش قطوة فيها. تمام, في حاجة اسمها عندنا الايكو موديل. ايه هي الايكو موديل؟ هي اختصار economic clinical humanistic, والاو هي بتاعت outcomes, يبقى economic clinical humanistic. يقول لي الثلاث حاجات دوت مرتبطين ببعض, الايكونوميك اوتكم والكلينيكال والهيومانيستك اوتكم, هما الثلاثه مرتبطين ببعض زي ما احنا شايفين كده. هو ده الايكو موديل, الثلاثه في ما بينهم ايه حاجات كومن. تمام, ذا فيجواليزيشن شوز the multidimensional nature of health and care outcomes. It maintains the concept that outcomes are result of a disease or treatment. The outcome دي نتيجة عندي واحد عيان, فالـ result الـ outcome بتاعها عليكتو عملت ايه؟ او ان انا عملت intervention عايز اشوف ايه النتيجة اللي حصلت عندي. تمام؟ تاني برضو نتكلم عن الـ outcome model, هنا ECH economic clinical humanistic will O for outcomes. Patient health outcome is equal to clinical outcome plus quality of the outcome plus satisfaction. يعني عندنا الـ patient health outcome عندنا ثلاث حاجات, هما clinical outcome و quality و satisfaction. الـ intervention اللي أنا بديهوله و quality بتاعت الـ intervention ده, وكمان رضاء الـ patient عن الـ intervention, هو مرتاح ولا لا, راضي عن الحاجة اللي قدمته دي ولا لا. تمام, نتكلم على أول حاجة الـ economic outcomes are changes in the use of resources. الايكونوميك اوتكمز, انا دفعت مبلغ معين الكوست عندي دي, بقسمها, هنتكلم عليها لسه قدام بالتفصيل. هما بتقسمها الايكونوميك اوتكمز دي الريسورسز دي بقسمها دايركت والاندايركت والانتانجبل كوست, هنتكلم عليهم بالتفصيل ممل يعني بعد كده, وده من الاجزاء المهمه برضو في الشابتر. compared with the consequences of the medical treatment alternatives. تمام, clinical outcomes change in the biomedical and physical events occur in a result of a disease or treatment. Humanistic outcomes دي بقى بتتكلم عن ال patient status او of patient status او quality of life, يعني هو تحسن ما تحسنش, هو مبسوط مش مبسوط, هو ده الايه humanistic outcome. تمام, نتكلم ايه types of outcomes. تمام, ال outcomes عندي ممكن حاجة انا بقيسها بسهولة, يعني الـ outcome عملت intervention المريض مات, فبالتالي عندي أنا الدواء ده بيموت أو الدواء ده ineffective. تمام, دي الدواء عندي
لمثلا لتطويل الشعر مثلا الشعر طال، فانا دي حاجه انا بقيسها حاجه دايركت، تمام؟ ممكن يكون الاوتكم عندي ده صعب ان انا اقيسه، حاجه مثلا زي ديبريشن، زي بين، زي كواليتي اوف كير. انا عايزه اعمل مثلا، عايزه اقدم خدمه معينه علشان احسن مثلا من الخدمه في المستشفى بتاعتي او في الصيدليه بتاعتي او كده. انا عايزه اقيس كواليتي اوف كير، هقيسها ازاي؟ ما هي دي يعني صعب ان انا اقيسها حاجه مباشره، مش ملهاش سكيل معين اقيس بيه. بجيب حاجه ثانيه اقيس عن طريقها الحاجه دي اثرت معايا او لا. الحاجه دي اسمها سيروجيت، معناها حاجه بتنوب عنها او نائب عن الحاجه دي. مثلا زي ايه؟ زي عندنا مثلا مايكارديال انفاركشن، ماشي؟ انا عندي بيشنت بدي دواء علشان اعالج المايكارديال انفاركشن، انا مش حاسس ان لغايه لما المريض عندي يموت او تجيله ازمه او يتعب ويخش الاي سي يو. هي الموضوع مش كده. انا ممكن اقيس حاجات ثانيه تقول لي البيشنت ده بيتحسن ولا لا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بقيس الدايمتر بتاع اليومن، بقيس الفينز او الكارنيز او كده، الدايمتر بتاعها اليومن ده ضيق ولا واسع ولا ايه. مثلا الضغط عندي على اوبطه، دليل مثلا عن دليل ان البيشنت ده كده في تحسن، لو الضغط مش بيعلى البيشنت ده عليه تحسن. ففي حاجات ممكن تنوب عن النتيجه الحقيقيه، تمام؟ ميزه السيرجيت ده ان هو هيقلل لي سامبل سايز، to decrease sample size or research time or to clarify concept. Surrogate may be used. Surrogates may be intermediary in the continuum to the quantifiable outcome or final endpoint. Example, زي ايه؟ زي ما احنا قلنا decrease in the lumen diameter as surrogate for myocardial infarction. ثالث حاجة, surrogates that are not intermediary but that are established as clinical indicators. زي ايه؟ احنا قلنا زي lab values, physical transformation can be used. زي blood pressure are not intermediary but have a positive association with myocardial infarction or stroke. لما يبقى عندي مريض البلاد بريشر بتاعه مظبوط وانا الدواء اللي انا مديه له عشان الضغط مظبط له ضغطه كده، فهو ده مش انديكيشن على myocardial infarction، بس هيدينا positive association with myocardial. يعني معنى كده ان البيشنت ده دي حاجه كويسه ان هي هتظبط له بعد كده myocardial infarction او stroke. Adverse effects and pain management may serve as surrogates for humanistic outcome. يعني لما انا بدي حاجه ان البيشنت ده كان بيعاني دايما من صداع او تعبان او كده، فده ممكن يكون عندي انديكيشن ان ان البيشنت عندي بقى احسن في الحاجه اللي اصلا قلل البين، معنى كده ان الحاجه اللي بيشتكي منها دي في تحسن، فده ممكن يكون سيرجيت عن الايه، عن الحاجه اللي انا ايه عايزه اشوف تحسن ولا لا. تاني حاجه كوست. Costs are the resource. Cost الحاجة إيه؟ تمن. يعني بالعربي هي التمن. Costs are the resources used. Resources consumption. تمام؟ Resources are finite. Resources للأسف محدودة عندي. يعني عشان كده أنا بحاول أوظفها، وده وظيفة في الماكروإيكونومكس. أنا عندي resources 1 2 3، الحاجات دي أنا بحاول أستخدمها أفضل استخدام ممكن عشان أحصل على أفضل النتائج. إن resources عندي للأسف هي finite. تمام؟ Because if a resource is used, say for healthcare, it cannot be used for any other purpose. This is known as opportunity cost. زي ما قلنا ان احنا استخدمنا المصدر ده في حاجة معينة، مش هنقدر نستخدم معايا $10 صرفتهم في حاجة معينة، مش هقدر اصرفهم في حاجة تانية. Where even more specifically, the resource cannot be used for its next best use. في حاجة اسمها Pareto principle. Pareto principle دي حاجة عملوا سيرفي او عملوا بحث في امريكا، وقالوا ان 80% من الريسورسز بتتصرف على 20% من البوبوليشن، وان 20% من البوبوليشن بمعنى اخر 20% من البوبوليشن بيستخدم 80% من الريسورسز. يعني انا بصرف مثلا، الدوله بتصرف مثلا $1 billion على الصحه، تمام؟ بيصرفوا مبلغ معين كبير على الصحه. المبلغ الكبير ده مين بيستفاد منه؟ بيستفاد منه هل متوزع بالتساوي على كل البوبوليشن؟ يعني لو قسمت $1 billion على مثلا 1 بليون بيبل، كل واحد هياخد $1 مثلا؟ قالوا ان اللي بيستفاد من ال 1 بليون دولار دول بس هم 20% بس من البوبوليشن. ده اسمها بايتو برنسبل، يعني عارفوا بس ايه الاسم ومعناه ايه، تمام؟ الكوست انا احسبها ازاي؟ الكوست ممكن حاجه عن طريق حاجتين، مايكرو كوستنج او اجريجيتد كوست. مايكرو كوستنج يعني انا اجيب عندي مثلا اي سي يو، انا عايز اصرف الاي سي يو ده بيكلفني كام في اليوم، او حاسب والله الاي سي يو ده والله ده فيه مثلا جهاز كذا بيكلفني كذا، بلس سرنجه بتكلفني كذا، بلس مفرش سرير بيكلفني كذا، بلس كهرباء بتتصرف كذا، هقسم ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده واجمعهم
يبقى هو ده المايكرو كوستنج. تمام، ودي حاجه مرهقه جدا. مايكرو كوست ار تايم انتنسيف تو كولكت اند هاف ا برود رينج اوف فاريشن. So many providers such as hospital use technique to estimate this cost called cost to charge ratio. المستشفيات بالنسبة لها ان هي تقعد تحسب سرنجية سرنجية وأسطار أسطار تتصرف اليوم كم، ده بالنسبة لها حاجة طبعا اولا حاجة مش منطقية، ثانيا بتستهلك وقت بشكل بشع يعني. تاني حاجة عشان كده المستشفيات بيستخدم حاجة اسمها ايه cost to charge ratio. دي هنتكلم هنقولك ايه هي cost to charge ratio. cost to charge ratio هي ايه؟ the charge is the price of the resource unit, the build amount. انا والله عندي وحدة ICU دي ايجارها او مش يعني المريض اللي هيخش ICU هيدفع والله في اليوم كذا او في الساعة كذا، عندي حضانة الحضانة دي الساعة كذا، فهي دي اسمها cost to charge ratio. تمام؟ الحاجة اللي بتدفع فعليا الفواتير، بلم الفواتير في المستشفى واعرف والله ده الدفع كان فاتورة طلعت بكام، فهو دي اسمها cost to charge ratio. تاني طريقة عندي ان انا اعرف الكوست حاجة اسمها aggregated method، دي اسمها the average cost for the sum of the individual items combined into a cost for a unit of resource. Example, an intensive care unit per hour. يعني الساعة عندي في الـ ICU كذا، فبالتالي اليوم هيكلفني كذا. دي اسمها aggregated cost. Aggregation can be a simple average or can entail complex process. ممكن يكون simple وممكن يكون complex process. هقعد احسب ايه هنا وهنا وهنا واجمعهم مع بعض يكون كده. تمام؟ احنا قلنا تاني cost to charge ratio هي دي اللي بيستخدمها غالبا المستشفيات. The charge is the price of the resources unit. The build amount. بتيجي في البيل بتيجي في الفاتوره. cost is what is paid for the component, the amount expended. because the actual cost may be time consuming to collect, hospital often use an estimate known as to cost to charge ratio, the total accounting cost for the hospital divided by total billing amount. يعني الاكونت فور الهوسبيتال كل الفلوس اللي اتدفعت على الفلوس اللي جت في الفاتوره. the ratio then used for each department by multiplying it by that department's total billing amount. Another method of costing is to use national or regional estimate of cost. This method is most often used for estimating the cost of lost work time, but it can be used for many costs. طريقة تانية ان انا بحسب بيها والله الطبيب عندي بياخد في بلد مثلا زي مثلا في امريكا مثلا، هو والله ساعته تروح من 60 ل 80 دولار، فكده ايه انا بحسب يبقى بالتالي انا ايه والله انا عندي خمس اطباء في المستشفى، فبالتالي تكلفتهم عليا كذا، اجمع اضرب عدد الاطباء في سعر الساعه. بس دي صعب ان انا اعملها قوي في الماشينز او الاكويبمنت او كده، لان طبعا في فاريشنز كتيره ما بين حاجه ما بين مكان لمكان. فغالبا دي انا بستخدمها في ان انا احسبها لوست ورك تايم، دي هنشرحها بعد كده في حاجه اسمها اندايركت كوست. تمام، هنتكلم عليها بقى دلوقتي. تمام، كوست انكلود فيكسد كوست اند فاريبل كوست. Fixed costs are costs that exist whether or not patients are present. Fixed cost هي سعر أنا عندي في عيادة، العيادة دي سواء جالي النهاردة مرضى أو ما جاليش مرضى، فأنا والله بدفع كهرباء، هدفع أنا عندي كراسي في المستشفى، عندي سرير كشف، عندي الحاجات دي أسعارها ثابتة، سواء جالي patients أو ما جاليش patients الحاجات دي أسعارها مش هتغير. تمام، في حاجة اسمها variable cost. Variable cost ده differ depending on the needs of patient. زي والله إيه النهاردة في مستشفى جالي خمسة patients، فدلتهم أدوية، فالأدوية دي إيه دفعتها النهاردة، لو patients صوت عددهم قل أو مجوش فأنا إيه مش هدفعهم أو القيمة دي هتقل. تمام، difference of opinion بيكلموا على السالاريز. السالاريز دي هل هي fixed cost أو variable cost، دي عليها debate كبير وعليها يعني جدال الموضوع. فيعني في ناس بتقول تعتبر لا دي fixed cost، في ناس بتقول لا أنا لا دي تعتبر variable cost، فدي إيه فدي عليها debate. تمام، the costs are always reported in monetary units. تمام، types of costs regardless the method of obtaining. Cost valuation, cost of pharmacoeconomics include cost of treatment, cost of adverse effect and cost of failure. Sorry. تمام، هنتكلم بقى ايه السلايد دي مهمة لازم نفهمها كويس قوي. الكوست ممكن نقسمها دايركت ميديكال ودايركت نون ميديكال واندايركت كوست وانتانجيبل كوست. خلينا نبتدي بالايه من اليمين للشمال، خلاص من اسهلهم خالص هو اسمها الانتانجيبل كوست. ايه هي الانتانجيبل كوست؟ دي كوستس ان كوانتيفايبل كوست، كوستس انا ايه مش هدفعها بالفلوس، بس كوستس دي المريض حاسس بالبين، حاسس بالزعل، حاسس بالريجريت، حاسس كل الحاجات دي. انا بعالج مريض والمريض ده
حاسس بألم أو حاسس مثلا حصلت له حادثة أو حاجة وحاسس إن هو زعلان ومحبط أو مكتئب أو كده، الحاجات دي أنا مش هقدر أقيسها بالفلوس. unquantifiable cost example ليها pain أو value of improved health after treatment، ممكن تكون positive مش بس تكون pain، ممكن تكون حاجة حاجة positive زي مثلا improved health، حد تحسن فهو مبسوط مثلا، فالحاجات دي أنا إيه مش هقدر أحسبها بالفلوس. intangible اسمها كل ده بنسميه الايه intangible cost، الحاجات الكوست اللي انا مش هقدر امسكها او احسبها بالظبط ايه. تمام، في حاجه اسمها indirect cost. ايه هي الindirect cost؟ indirect cost ببساطه هي الفلوس اللي انا خسرتها، مش فلوس كسبتها، فلوس خسرتها نتيجه ان عامل عندي او نتيجه ان ايه خساره حصلت لي. زي ايه مثلا؟ زي ميست ورك. انا والله عندي في مكان معين، انا عندي مكتب والمكتب ده النهارده الموظف ده ما جاش، فنتيجه ان الموظف ده ما جاش انا كصاحب شركه انا خسرت فلوس. مش قصة بس ان الموظف جه وانا مش هديله مرتبه، لا ده خسرت حاجه كانت فودك ممكن الايه كان الموظف ده هيطلعه لي، فدي ايه اسمها indirect cost. indirect cost هي الحاجه اللي انا خسرتها. تمام، في عندنا direct non direct medical cost. في medical cost هنقسمه direct و indirect. ايه الفرق بين direct و indirect؟ direct medical cost هي الحاجات اللي انا بدفعها مباشره بتخص العلاج بتاعي. يعني انا دلوقتي مريض جاي، فانا حقيقه هحسب الدرجز دي ريليتد للمرض ده ولا لا، او ريليتد للمرض مباشره. فالدرجز دي استخدمت مثلا ديفايس، جبت له مثلا جهاز عشان اقيس ضغطه، استخدمت جهاز عشان اعمل له اي سي جي، ده كل ده دايركت ميديكال كوست، حاجه انترفنشن انا بعمله الفلوس دي انا بدفعها مباشره للمرض، مباشره مرتبطه مباشره بالمرض. تمام، تاني حاجه اسمها دايركت نون ميديكال كوست، الفلوس دي برده انا هدفعها مباشره بس الحاجات دي اللي بدفعها نون ميديكال. زي ايه مثلا؟ زي والله انا بدفع مثلا للموظفين بتوعي الدكاتره بتوعي مواصلات، او البيشنت ده عشان يجي يتعالج دفع مواصلات عشان يجي، هو دفع الفلوس دي عشان في مشوار الدكتور ده، بس الفلوس دي ما دفعهاش للمرض، هو دفعها نون ميديكال، يبقى دايركت نون ميديكال. جبت مثلا انا عايز اروح للدكتور فجبت ناني تقعد مع اولادي، جبت تشايلد، جبت دادا او ناني تقعد مع الاولاد اليوم ده عشان اقدر اروح للدكتور، فانا دفعت فلوس، مش بس دفعت الفلوس المعينه او المبلغ بتاع الدكتور بس، لا انا دفعت كمان فلوس للناني، بس فلوس الناني دي كانت ايه مش مرتبطه قوي بالعلاج بس هي نون ميديكال. فهي دي ايه كل ده هيقع تحت كاتيجوري دايركت نون ميديكال كوست. يبقى تاني باختصار عندنا الكوستس التكاليف هتتقسم لاربع حاجات: دايركت ميديكال، دايركت نون ميديكال، indirect cost و intangible cost. ال intangible cost دي الحاجات اللي ايه مش فلوس، حاجات تانية بدفعها سواء مثلا pain regression depression حتى satisfaction ان انا مبسوط او ان انا بقيت اعمل overproduction عشان خاطر انا مبسوط من حاجة معينة، كل ده intangible cost، حاجات انا بقدر حاجات غير ملموسة، حاجات انا مبقدرش امسكها بايديا او احسبها كام بالظبط. indirect cost هي فلوس انا بخسرها، مش فلوس بكسبها، هي حاجات انا بخسرها نتيجه مثلا عامل ما جاش، نتيجه عامل موجود بس ما بيشتغلش كويس، كل دي فلوس انا بخسرها. تمام، في حاجات بقى الميديكال الدايركت، فلوس انا دي فلوس بدفعها مش بخسرها، فلوس بدفعها دي اسمها دايركت، بنقسمها الميديكال ونون ميديكال. الدايركت ميديكال فلوس انا بدفعها مباشره علشان اعالج، دايركت نون ميديكال فلوس بدفعها برضو بس مش علشان اعالج، فلوس علشان تساعدني ان انا اعالج، سواء بقى ايه دفعت فلوس مواصلات، جبت ناني تقعد مع الاولاد، الحاجات دي كلها دايركت بس نون ميديكال. تمام، الاندايركت كوست اللي قلنا طالما ان دايركت يبقى فلوس انا بخسرها، الفلوس اللي بخسرها دي هنتكلم عليها بالتفصيل وازاي نقيسها. تمام، الاندايركت كوست ان فارماكو ايكونوميك اناليسيس انكلود اونلي ذا كوست اوف لوست برودكتيفيتي. يبقى هي الاندايركت كوست لوست برودكتيفيتي كوست باي موربيديتي اور مورتاليتي، ذا لونج ستادي اندايركت cost in lost work days which is called absenteeism. اسهل حاجه بحسبها والله العامل ده ما جاش عندي فانا عندي غياب absenteeism. تمام، في حاجه تانية موجوده برضو عندي برضو تعتبر lost productivity بس صعب ان انا اقيسها، ان انا عندي عامل اوكي جه عادي مضى قضى يومه عادي بس العامل ده موجود فعليا بس هو مش بيقدم لي products، فدي بنسميها presenteeism، موجود بس مش بيقدم لي حاجه، موجود بس انا مش حاسس بوجوده اصلا معايا، مش النهارده البرودكتيفيتي بتاعته زيرو، ممكن واحد يروح الشغل النهارده او كل حاجه بس البرودكتيفيتي بتاع اليوم ده زيرو، فدي حاجه اسمها بريزنتيزم، دي بتبقى صعب ان انا اقيسها. productivity can be measured by several endpoints including lost work days to the employer, lost wages مرتبات،
low taxes to society, كمان الضرائب اللي انا بدفعها للمجتمع. Valuing the indirect cost of being a child, a retired person, or unpaid worker, so a homemaker or volunteer, is different. Is difficult. في فلوس انا عندي مؤسسه معينه اوكي بيشتغل فيها volunteers حمام زي مثلا زي بنك الطعام زي الحاجات دي انا ما العامل ده ما بياخدش فلوس فانا لما باجي بحسب فانا الناس دي انا ما بحسبها انا الناس دي انا مش حاسبها عندي اصلا في الكوست اللي انا كنت دافعها فبالتالي لما انا الانتاج قال له كل حاجه بس انا ما اثرتش في الكوست فدي صعبه جدا ان انا اقيسها طالما العامل ده volunteer انا اصلا مش حاسب الكوست بتاعه كام ازاي هقدر احسب لما يغيب يبقى انا فقدت ايه فدي بالنسبه لي هتبقى صعب ان انا احسبها بنفس نفس الفكره في سواء هوم ميكر او تشايلد او ريتايرد بيرسون الناس دي غيابهم صعب ان انا اقيسه تمام الاندايركت كوست دي الفلوس اللي انا بخسرها دي انا ممكن اقيسها عن طريق ثلاث حاجات عن طريق حاجتين حاجه اسمها هيومن الكابيتال ابروتش وحاجه اسمها ويلنجنس تو باي انا احنا اتفقنا ان الاندايركت كوست يعني ايه يعني لوست برودكتيفيتي يعني فلوس انا خسرتها الفلوس اللي خسرتها دي نتيجة عامل مجاش نتيجة حاجة ناقصة في الشغل نتيجة أي حاجة تمام فأنا الفلوس دي خسرتها دي هحسبها عن طريق أول حاجة اسمها human capital approach human capital approach دي يعني باختصار يعني هو موضوع يعني هو في كتاب بصراحة بيتكلم رغي كتير قوي في الموضوع ده هو موضوع بسيط يعني هو human capital approach ببساطة إن أي عامل عندي أنا سواء سنه أنا بقدر أقيمه بسنه مثلا والله واحد مثلا عامل في شركة أو بلاش عامل خلينا نتكلم مثلا دكتور والله دكتور الجي بي غير الدكتور اللي مع ماستر غير الدكتور غير الاستشاري خبرته كم سنه بقاله كم سنه شغال في المكان ده عدد الحالات اللي بيدخلها لي مثلا الدكتور مثلا الف ممكن دكتور نفس المؤهل مثلا دكتور بيدخل لي 20 حاله في اليوم دكتور يعني الريت بتاعه مثلا اعلى في الحالات فدي كل واحد حسب النقط اللي انا قلت عليها دي سواء سنه خبرته مؤهلاته كل ده هياخد بوينت وهم حاسبينها ان كل دكتور مثلا او كل موظف طالما معاه كذا وكذا وكذا يبقى يساوي كذا كل ما الحاجات دي زادت عنده كل ما هو الموظف ده بقى عندي اهم بقى الكوست بتاعه اعلى كل ما لو الموظف ده لو غاب انا هخسر اكتر تمام هي دي باختصار هي ده الهيومن كابيتال ابروتش تمام فهي دي ممكن احسب الاندكت كوست بطريقه الهيومن كابيتال ابروتش والله حسب الديجري بتاعت الموظف ده او بتاعت الطبيب ده او العامل ده انا هحسب الخساره عندي تمام فانا بقسم الموظفين عندي او الاطباء لكاتيجوريز كل كاتيجوري بشوف والله ده اكس غاب عندي او والله ده من انهي كاتيجوري يبقى الغياب بتاعه يساوي كذا تمام دي اول طريقه ان انا اقيس الاندايركت كوست ثاني طريقه اسمها فريكشنال كوست والله الدكتور ده غاب بس انا بدلته بواحد ثاني الواحد الثاني الطبيب الثاني ده اخذ مني مثلا $50 فمعنى كده ان فريكشن كوست الفلوس اللي انا خسرتها النهارده او قيمه الخساره بتاعت النهارده هي $50 اللي انا دفعتها لواحد تاني عشان يجي يحل محلي في حاجه اسمها واشنطن بانل ابروتش دي سيبريت الفريكشنال كوست فروم ذا برودكتيفيتي كوست هي نفس فكره الفريكشنال كوست ان انا بجيبت واحد هبدله بواحد زيه وهيكلفني كام بس كمان الرابط بيها كمان موضوع البرودكتيفيتي هو كمان اداني ايه كمان اللي انا جبته ايه بدل الايه الحد اللي ما جاش تمام تاني طريقه اسمها ويلنجنس تو باي انا بقيم تدفع كام يعني بمعنى اخر او بمعنى مبسط تدفع كام يعني انا النهارده عندي موظف ده ما جاش يدفع كام بقى عشان يرجع مكانه والله انا ادفع $50 بس اقدر ارجع مكاني تاني فبالتالي قيمه المكان ده او قيمه الوظيفه دي عندي هي $50 عندي عايز اشتري مثلا عايز اعمل عمليه معينه تدفع كام عشان تعمل العمليه دي فهي دي قيمه العمليه دي هي دي ثمنها كذا هي دي ويلنج تو باي دي طريقه ثانيه عشان اقيس الفلوس اللي انا بخسرها تدفع كام عشان الحاجه دي تتعمل فبالتالي القيمه دي هي دي قيمه الويلنج تو باي تمام كده خلصنا الاندايركت كوست ناخد بقى سؤال بسيط كده نقرا مع بعض اسئله الكتاب فبسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض the human capital approach is often used to determine indirect cost for which pharmacoeconomic study would the human capital approach be would be most appropriate هو عايز يعمل ايه دلوقتي عايز يشوف الاندايركت كوست بالهيومن كابيتال ابروتش مين من الحاجات دي يعتبر اندايركت كوست تمام كده هو عايز يعرف مين من الحاجات دي يعتبر اندايركت كوست والهيومن كابيتال ابروتش احنا قلنا كان بيقيس اندايركت كوست يعني بس هو كده كده اصلا صرح لك بيها بيقول لك ايه مين في دولت عايز يحدد اندايركت كوست بس لو ما كانش قال الاندايركت كوست دي كنا فهمنا من الهيومن كابيتال ابروتش ان هو عايز يقيس اندايركت مين بقى من الحاجات دي هنقدر نقول عليها indirect cost
pre-menace to depression in high school students, shift induced insomnia in middle-aged male oil workers, stress in non-governorate organization volunteers in a disaster area, congestive heart failure, readmission in a medical care patient. احنا تعالى نتكلم, احنا قلنا الـ indirect cost هي الفلوس اللي انا خسرتها, تمام؟ مين من الحاجات دي يعتبر فلوس انا خسرتها؟ pre-menstrual depression, لا pre-menstrual depression ده حاجة intangible, احنا قلنا اي حاجة. وكمان دي in high school students, فاصلا high school students ما يعتبروش اصلا حاجة عمالة, يعتبر احنا قلنا دول من ضمن الناس اللي انا بقدرش احسب قيمتهم لان انا اصلا دي ناس مش بتدفع لها فلوس, تمام؟ shift induced insomnia in a middle-aged male workers, والله ممكن ناس جالهم عرق فمش بيشتغلوا كويس, فدي ممكن نحسبها ان هي تعتبر ايه presentism اللي قلنا عليها, واحد موجود ومش بيشتغل, دي ممكن. خلاص تعالى نشوف سي, stress in non-governorate organization, stress ما احنا قلنا stress والحاجات دي كلها تعتبر intangible cost. وكمان non-governorate organization volunteers in a disaster area, يعني بعيد خالص عني. non-governmental volunteers, كمان نركز على نقطة volunteers دي, volunteers دولت ما يعتبروش أصلا فلوس أنا بخسرها, دول ناس متبرعين أصلا بالشغل فأنا ما خسرتش فلوس اللي هم مجوش. دي congestive heart failure, readmission in a medical care recipient, برضو نفس القصة ملهاش علاقة بفلوس أنا خسرتها, الفلوس هدفعها. لو واحد جاله congestive readmission دخل, فأنا حتى الفلوس اللي هدفعها دي هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى direct medical كمان, فيبقى الإجابة عندي إيه؟ تمام؟ indirect cost يعني فلوس انا خسرتها, فهشوف ايه من ضمن التشويس الفلوس اللي انا ايه خسرتها. تمام. هنتكلم النهارده في تاني موضوع معانا, هو the perspectives of the economic analysis. دلوقتي انا بتكلم عمليه ايه, لا ده خسرنا فلوس, كسبنا فلوس. طب كان ده مين كسب ومين بقى اللي كسب ومين اللي خسر, مين اللي هيتاثر اصلا بالمكسب او الخساره. فهو بيقول لي انا الاكونوميك اناليسيس انا بشوفها من وجهه نظر كذا حد, السوسايتي, البيشنت, البروفايدر والباير. باختصار كده ايه هم, السوسايتي هو المجتمع, المجتمع كسب ايه او خسر ايه من الانترفنشن ده, البيشنت اللي هو المريض نفسه, البروفايدر اللي هو بيقدم الخدمه سواء الستاف الاطباء الدكاتره الممرضين الستاف عامه, الباير ده اللي بيدافع لك بقى, مثلا ممكن سواء ممكن يكون الباير الدوله, ممكن يكون الباير شركه التامين اللي بتامن لك او شركتك او يعني مين اللي هيدفع لك الدفع الفلوس. تمام. depending on the perspective of the study all relevant resources consumed by an intervention should be identified. تمام. the societal cost should be based on an opportunity cost, prevention of lost work time, the next best use for the money used to make drugs. the payer perspective is most concerned with direct medical cost, الباير اللي هيدفع لي فلوس لا يهمني الفلوس اللي هو بيدفعها, التامين لما اروح انا بروح اتعالج التامين بيدفع لي فلوس, مش بيدفع لي مواصلاتي ولا بيدفع لي جامعة اناني اللي جت تقعد مع اولادي, لا ده بيدفع لي ايه, هي الفلوس اللي انا كلفتها في المستشفى, ده اللي هيهم الباير. البروفايدر, ذا بروفايدر بيرسبكتيف انتريستد ان اونلي دارك ميديكال كوست, برضه هيهمه بس مش هيهمه برضه انا دفعت ايه او انا خسرت فلوس ايه عشان ما روحتش, عشان ما روحت الشغل مثلا ما روحت جيت اتعالج, ما يهموش كل ده, هو اللي يهمه الدايركت ميديكال كوست اللي هو ايه دفعها. البيشنت بيرسبكتيف از كونسرنت اباوت اول كاتيجوريز اوف كوست, ذيس كوست ار اونلي ذا out of pocket cost and the evaluation of the intangible cost. تمام. تعالوا نتكلم كده ايه الجدول ده, مدي شويه examples كده عشان يوضح لنا الموضوع. دلوقتي direct medical cost, direct medical cost اتفقنا direct medical فلوس انا دفعتها مباشره علشان اتعالج. society هيهمه الموضوع ده, hospital day all cost plus net insurance. طب بالنسبه للpayer, البير هيهمه الفلوس اللي دفعها ده في المستشفى. طب بالنسبه للبروفايدر هيهمه الهوسبيتال داي, ده الحاجه هيأثر معايا. لكن البيشنت هيهمه الجزء اللي دفع, الجزء اللي دفعه يعني انا التامين مثلا بيغطي مثلا 80%, فهو مثلا لو هو راح الدكتور دفع $20 بدل $100, هو اللي يهمه, ما يهموش ان هو تكلفه الدكتور 100, يهمه بس ايه $20 اللي دفعها. الدايركت نون ميديكال كوست, هل ده يهم السوسايتي؟ يهم السوسايتي, لو هو مثلا هيستهلك مواصلات فالمواصلات دي السوسايتي زي حمغيه او اهلك المواصلات دي او كده, فالسوسايتي اتاثر بالدايركت ميديكال كوست. الباير هيهمه بقى الدايركت, ان الدايركت ميديكال لا مش هيهمه. البروفايدر هيهمه هتاثر فيه الدايركت ميديكال, برضه نفس القصه مش هتاثرش فيه, جاب عربيته الشخصيه, جاب تاكسي, ركب قطر, جاب طياره حتى عشان يجي لي, هو من اللي ما فرقتش في حاجه. البيشنت هيهمه ترانسبورتيشن, ده كلينك دفع اكيد فلوس عشان خاطر يجي كلينك. الاندايركت كوست, الفلوس اللي خسرناها نتيجه مثلا الموظف ده ما جاش اليوم ده في الشغل, هل هيهمه بالنسبه للسوسايتي؟ هيهمه. برودكتيفيتي, في
في فلوس فلوس كان مفروض البرودكتس او في نتيجه معينه العامل ده وكان جه كان اقدمها السوسايتي لما الانسان ده لما معايا اثر اكيد في المجتمع. تمام الباير اللي بيقدم لي خدمه لوست برودكتيفيتي تو شو بنفيت اوف سيرفيس اه تمام هياثر في برضه الباير التامين اكيد اكيد نفس اكيد لو انا المريض ده ما راحش شغله اكيد انا كتامين ما اتاثر لان انا ممكن ادفع مثلا للشركه فلوس ان الشركه دي مامنه على موظفينها بشكل او اخر فانا لما الموظفين دول لو عايوا كلهم قعدوا في البيت انا هعوض اكيد الشركه دي عن الـ عن الـ عن الخساره اللي خسرتها فانا برضو التامين ده نفس القصه هيتاثر. فالبروفايدر الاطباء او الستاف الطبي او المستشفى او البيشنت ده ما راحش الشغل تفرق معاهم في حاجه؟ لا بيشتغل ما بيشتغلش راح الشغل ما راحش الشغل بالنسبه لهم مش تفرق حاجه انا والله مريض جاي لي انا بعالجه مش تفرق معايا بقى خلفيه المريض ده كانت ايه. البيشنت اه اكيد هيتاثر ايه لوست برودكتيفيتي انكلود ايه لاجر انتنجبل كوست هل ده هياثر على المجتمع هياثر عليهم اه البيشنت ده لو هو زعلان ومكتئب كده اكيد هياثر على السوشيال فانكشنينج. الباير بقى التامين لو انا البيشنت ده زعلان او غضبان او مبسوط هل ده هياثر معايا في حاجه؟ مش هياثر معايا في حاجه اهم حاجه الفلوس اللي بيدفعها انبساطه او الديبريشن بتاعه او كده انا مش هياثر معايا في حاجه. الدكاتره هل ده هياثر معاهم في حاجه؟ لا نفس القصه زعلان مكتئب فرحان بالنسبه لهم ايه مش هياثر هو دكاتره عايزين بيقدموا له خدمه معينه بياخدوا قصادها تكلفه معينه ده اللي يهمهم غير كده ما يهمهمش. البيشنت هل الانتنجبل كوست ده هياثر عليه؟ اكيد طبعا هو اكتر حد هيتاثر هو ايه البيشنت. تمام ناخد بقى question كمان the hospital is conducting a pharmacoeconomic study of patient of patients who have had a myocardial infarction from the provider perspective which would be the best input to determine the value in this study. احنا عايزين نتكلم على ايه؟ عايزين نتكلم على ال provider perspective. انا عامل study لل myocardial infarction انا ك provider كواحد بقدم الخدمة ايه اللي هيهمني؟ cost analysis of the entire stay micro costing of pharmacy services aggregation of hospital day cost ولا satisfaction surveys. مين اللي يهمني؟ اللي يهمني اكيد هي نمبر A cost analysis of the entire stay. انا مريض جالي دخل الاي سي واللي يهمني ايه والله يكلفني كام كذا فهي دي اللي هتهمني كمستشفى عشان بعد كده ايه ازود الاسعار اقل الاسعار ده اللي يهمني. الانسر هي ايه؟ تمام question تاني an employer wants to evaluate the effects of a new pain clinic on the employee on employee presentism you decide to use the SF هنعرف بعد كده الحاجات دي ايه في الاخر خالص. عمل سيرفي اسمه SF 36V2 as a part of study protocol changes in which domain would be the most of would be of most interest to the employer. انا عندي صاحب الشغل الامبلوي ده لو صاحب الشغل عايز يعمل سيرفي عايز يعمل زي بحث كده عن وجود او عمل عياده جديده في مثلا في سايت هو مثلا مبنى شركه الشركه دي المدير بتاعها شايف ان الموظفين بيغيبوا كتير مثلا ما بقى عندهم بين فقال انا هعمل بين كلينك وعلشان خاطر الموظفين دول ايه يقدموا لي ما حدش يبقى موجود بس اكيد مش موجود يكون واحد عنده صداع ما يشتغلش يجي الشغل ويمضي يفضل قاعد في مكانه فانا كده كصاحب شركه دفعت له سالري في نفس الوقت ما خدتش منه حاجه فانا قلت هعمل لهم ايه هعمل لهم بين كلينك بحيث ان اللي موجود اعالجه وايه ويقدم لي شغل. تمام فانا كامبلوير ايه اللي هيهمني بقى role limitations owing to the physical problems general health صحة الموظفين بتوعي عامة ولا role limitation الأداء بتاعهم هيقل نتيجة physical problems ولا الأداء بتاعهم يقل نتيجة emotional problems ولا general mental health. مين لو عملت pain clinic مين اللي هيهمني أنا كصاحب شركة اللي هيهمني أكيد الرول ليميتيشن صحه الموظفين عامه مش تهمني في حاجه انا اللي يهمني احنا هو عايز يقيس البريزنتيزم يعني هيقيس الرول ليميتيشن يبقى عندنا يا ايه يا سي الرول ليميتيشن بقى نتيجه ايه فيزيكال بروبلمز ولا الايموشنال بروبلمز اللي يهمني هو الايه الفيزيكال بروبلمز عشان البين يعتبر ايه فيزيكال بروبلم يبقى الانسر هو ايه بريزنتيزم از ا رول ليميتيشن بين كونسيدرد ا فيزيكال بروبلم دو ات كان بي اكسيربيتد باي ايموشنال بروبلمز يبقى اللي يهمني هو ايه رول انا كصاحب شركه اللي يهمني الرول ليميتيشن ديو تو فيزيكال بروبلمز. تمام تعالوا نتكلم على حاجه نقطه جديده اسمها ايه كومبوننتس اوف فارماكو ايكونوميك اناليسيس. فارماكو ايكونوميك ستاديز ار ستاديز اوف الترناتيفز ايديالي اول لوجيكال الترناتيفز ار ايفالويتد ان ا ستادي يوزوالي هاويفر ذس ايفالويشن از ليميتد تو وان اوف اور تو اوبشنز بينج كومبيرد وذ انترفنشن بينج كونسيدرد كوستس اند ايكونوميك اوتكمز فور ايتش الترناتيف ماست بي ايدنتيفايد measured in units and assigned hours called valuation in this chapter.
هو يعني اختصار الشرط ده ان انا اما اعمل intervention لازم يبقى عندي كلمة ايه worth. طالما الكلمة دي worth يستاهل, طالما يستاهل يبقى ايه, يبقى intervention ده كويس. Clinical and humanistic outcomes are left in unit of measure. Then sources of data must be identified. Sources can be actual patient records, billing departments, claims data, national registers, and compilations of data. كل ده ايه يعني, انا لا ده بص يعني ده انا عامله طبعا كوبي من الكتاب, الكلام ده انا واخداه من الكتاب منظمه بس في شكل نقط, بس الكلام ده يعتبر ايه يعني نظري, ما تهتموش بيه, خلينا في الحاجات اللي بتفرق معانا. المهم دي مثلا مهمه التايبس اوف ايكونوميك ستاديز. تمام, ايكونوميك ستاديز هنقسمها لخمس حاجات. لما اجي اعمل ستادي هنقسمه لخمس حاجات. اول حاجه راندومايز كنترول ترايلز اند بيجي باك ستاديز. تمام, احنا قلنا randomized control trial زي ما اخدته, وطبعا اكيد اخدته في الستادي ديزاين, ان يا جماعه لما نيجي نعمل ستادي ان نعملها حاجه من الاثنين, يا بعمل عارفين طبعا الكوهورت والريتروسبكتيف والبروسبكتيف, طبعا دي انا مش هشرحها, دي محتاجه طبعا ساعتين تقدر لوحدها. بس هو الفكره كلها بيقول لك ان الكلينيكال ستاديز دي منها randomized control trials and piggy back studies. randomized انا عامل كنترول, عامل اكسبيرمنت معينه وعامل كنترول السيتنجز بتاعتها, فدي بالتالي هتبقى artificial world, ما ينفعش اعتمد على النتائج بتاعتها. تمام, في بيجي باك. البيجي باك شبه ال ايه الفرق بين البيجي باك والراندومايزد كنترول ترايز؟ البيجي باك اللي هي داخل فيها الايكونومكس, يعني هي دي الراندومايزد كنترول ترايز لما دخل فيها الايكونومكس بتبقى ايه بيجي باك ستاديز, لما دخل فيها التكاليف والحاجات دي هتبقى ايه بيجي باك. تمام, تاني نوع من الاستاديز هو راندومايزد بس براجماتيك. البراجماتيك ستاديز فيها زي ما انتم عارفين ان الراندومايزد كنترولد ترايلز بيبقى فيها انترنال فاليديتي عاليه, طبعا انا عارف ان انا لما بدي كذا هقدر اخد منها برودكت كذا, لكن ما فيهاش الاكسترنال فاليديتي اللي هي جنراليزيشن. الاكسترنال فاليديتي يعني لما بعمل اكسبيرمنت والله طبعا الدواء ده ممتاز للمرضى بتوعي, هل ينفع اعمم النتائج دي؟ ينفع الدواء ده لو انا بدي في امريكا الاكسبيرمنت دي عملتها في امريكا, هل الدواء ده هيناسب نفس البيشنتس في مصر ولا لا؟ فهي دي الاكسترنال فاليديتي. الراندومايزد كنترول غالبا بتبقى الانترنال فاليديتي بتاعها عاليه, لكن الاكسترنال فاليديتي بتاعتها ضعيفه لان هي معموله في مكان معين. تمام, في النوع الثاني راندومايزد براجماتيك, انا بزود الاكسترنال فاليديتي, بجيب ناس من اماكن مختلفه, اجيب شويه بيشنتس من اسيا, شويه بيشنتس من افريقيا, شويه بيشنتس من امريكا الشماليه, من امريكا الجنوبيه, واعمل عليهم الاكسبيرمنت بحيث ان بعد كده لما اطلع الريزلت دي ينفع ايه اعملها. تالت نوع من الاستاديز هو كوهورت ستاديز. الكوهورت ستاديز زي ما انتم عارفين ان هي ايه اوبزرفيشن, انا بشوف بعمل اكسبيرمنت بس ايه انا مش بتدخل, انا بقى بلاحظ هي ايه هي والله مجموعه بيشنتس بياخدوا دواء معين اجيبهم والله تعالوا ابص عليكم ايه الدواء ده بيتحسن, بيجي معاكم نتائج ما بيجيش معاكم نتائج, مش انا اللي بدي الدواء ولا انا بحدد مين ياخد ايه. These prospective studies are stronger than retrospective. انتوا عارفين طبعا ان الاستاديز في منها prospective وفي منها retrospective. Retrospective انا باخد داتا قديمه, داتا اوريدي موجوده عندي, ده طبعا بيبقى فيها بايس لان ممكن يبقى فيه اصلا غلطه عن اللي بينقل لك او غلطه في الملفات او غلطه في كده. تمام, رابع حاجه ريتروسبكتيف ستاديز. احنا قلنا ريتروسبكتيف كوهورت اند كيس كنترول ايكونوميك ستاديز يوز هيستوريكال انفورميشن ذات ووز كولكتد نوت فور يوز ان ا ستادي بات فور اذر ريزنز. بوث تايبس هاف اول ذا بايسز اوف ريتروسبكتيف ستادي انكلودينج ميسنج اند انكوركت داتا. خامس حاجه وده اللي تهمني خالص, اللي تهمني في الموضوع بتاعي انا, النقط اللي فاتت دي طبعا انتوا عارفينها بالتفصيل من الشباب طبعا الثقيله في المنهج زي البايستات وزي الستادي ديزاين, عارفينها بالتفصيل الممل. انا بس ايه الحاجات اللي انا هاخد تحتها خط دي هي دي اللي ممكن يجي عليها سؤال. تمام, موديلنج ده بقى الطبق الجديد اللي احنا عندنا بيناقشه لاول مره في شابتر الفارماكوايكونومكس. ايه هي الموديلنج؟ موديلنج يعني انا بجيب داتا من الاكسبيرمنت دي ومن الاكسبيرمنت دي ومن الاكسبيرمنت دي وبقى اشتغل بقى ايه, ما اشتغلش بقى مع البيشنتس, لا انا اشتغل بقى بالوعي وبالاحصائيات وبكده واشوف نتيجه الحاجه الانترفنشن بتاعي ده ايه, مش من الاكسبيرمنت لا من المودل زي ما انا بعملها. المودلز دي ايه هيبقى فيها كذا نوع هنتكلم عليهم بالتفصيل. المودلنج ايه الديفينيشن بتاعها؟ اناليتيكال تول ذات هاز بين يوزد تو كونستراكت هايپوثيتيكال سيتويشن. بفطر بيها بقى والله لو انا, طب انا لو شلت ده وحطيت ده ايه اللي هيحصل, طب لو حطيت ده وشلت ده ايه اللي هيحصل, بعمل هايپوثيسس بعمل افتراضات واشوف النتائج عندي هتكون ايه. تمام, والمودلنج ده في منه انواع, حاجه اسمها ديسيجن تري, ماركوف مودلنج, بايز مودلنج, والبايز مودلنج والمونت كارلو تكنيك والديسكريت ايفنت سيميليشن. دولت الديسكريت ايفنت سيميليشن ده المونت كارلو ده تكنيك, ده مش مودلنج, ده تكنيك هنتكلم عليه بعدين. تمام, ديسيجن تري شايفين الصوره اللي تحت دي, ده باختصار ديسيجن تري ده انا بيديني والله probabilities, هي زي ما انتم شايفين كده هي probabilities. انا عندي هنا بيقسمها النودز, انا النقط الزرقاء دي صوره دي من الكتاب, النقط الزرقاء دي انا اللي حطاها,
بيقول لي والله انا عندي هنا population، البوبوليشن دول يا اما يكونوا ما عندهمش دايابيتس يا اما يكون عندهم دايابيتس. الدواء ده اديت لهم دواء معين، هنا مش افكتيف هنا افكتيف، ولو افكتيف الادفيرس افكت بتاعته هتبقى كذا او كذا، ولو مش افكتيف الادفيرس افكت هتبقى كذا او كذا. عند هنا اسمها دي اسمها بنسميها تشانس نوت، دي حاجه اسمها ديسيجن نوت هنا في الاول، اللي هي دواء ايه او دواء بي، ناس عندهم دايابيتس ناس ما عندهمش دايابيتس. وهنا ما عند كل تشانس نوت دي، عند كل نقطه، النقطه الزرقاء دي، النقطه الزرقاء دي السم او التوتال بتاعهم بيكون ايه 1. يعني هنا عندي الدواء ده البروبابيليتي بتاعته 0.1 ان هو يكون ان افكتيف، و 0.9 يكون ان افكتيف او العكس، هنا 0.1 هو مش هيأثر و 0.9 هيأثر معايا. لو أثر معايا 0.2 هيبقى عليه ادفيرس افكت، 0.8 مش هيبقى ليه ادفيرس افكت. طب الادفيرس افكتس دي 0.5 هيخلي 0.5 probability ان الناس هتاخد الدواء، و 0.5 probability ان هم الناس دي هتتمنع عن الدواء. فهي دي باختصار هو ده الديسيجن تري. الديسيجن تري عند تشانس نودز هي probabilities، وعند كل probability لازم يكون السام بتاعهم بان، الناس اخذت الناس ما خدتش، لازم يكونوا 90% اخذوا يبقى 10% مش هياخدوا. لو سايد ليه سايد افكت يبقى 50% ليه سايد افكت و 50% مالوش سايد افكت، لازم يكونوا التوتال بتاعهم ايه. ديسيجن تري تعالوا نقرا مع بعض بقى. simplest form of decision analysis graphically represented the sequence of events such as treatments and disease states. Limitations of decision tree: all movement occur in one direction. Processes are static, not dynamic. عيب بقى ان decision tree ده ان انا ماشي في اتجاه واحد بس. يعني نفترض مثلا ان انا بتكلم على ان بتكلم مثلا عن الدايابيتس، حلو، الدايابيتس ده هقول مثلا 50% من الناس هيجيلهم كومبليكيشن و 50% من الناس مش هيجيلهم كومبليكيشن. 50% من الناس هيجيلهم كومبليكيشن، 20% مثلا منهم هيجيلهم رينال فيلير، و 80% هيجيلهم مثلا حاجه مثلا في النيرفز بتاعتهم، حاجه مثلا حاجه في النيرفز بتاعتهم، حاجه عصبيه، تمام. فانا بفترض طب انا ممكن ال 20% اللي جالهم رينا الفيليور دول انا اعالجهم ويرجعوا تاني يتحسنوا يبقوا كويسين. ليه انا ماشي في اتجاه واحد؟ ده عيب ان انا ماشي في اتجاه واحد، ان ال 50% دول لو جالهم مشكله يبقى خلاص كده انا كده وقفت. ده عيب ان هو ماشي في اتجاه واحد. ما بيناقش ان انا طب الناس دي لما انا 20% دول لو انا عالجتهم هيبقوا كام؟ هيبقوا كويسين، هيرجعوا تاني. ده عيب ان هو ماشي في اتجاه واحد مش ماشي في اتجاه العكس. تمام. البيزك ريكويرمنتس فور ديسيجن تري: انسرتينيتي اكزيستس، ان لازم يكون عندي ايه uncertainty، يعني يا كذا يا كذا، انا مش متاكد مش ماشي مش عندي احتمال واحد، انا عندي ايه اتنين احتمال عشان يكون في طالما في uncertainty هيبقى في ايه probabilities. Probabilities are nominal data. The total is 1 at each chance node. وعند كل نقطه دي لازم يكون notation 1. تاني حاجه اسمها ماركوف مودلينج. ماركوف مودلينج ده حليلي مشكله ان انا بمشي في اتجاه واحد. ماركوف مودلينج ده بيناقش complexities of disease، يعني لا بيتكلم ان البيشنت ده ممكن البيشنت ده اللي عنده اللي جاله كان دايابيتك وبعد كده جاله رينال فيلير، ممكن ايه الديزاين بتاع المودل نفسه ان هو ممكن يرجعه تاني، السهم يبقى رايح جاي مش هيبقى رايح بس في اتجاه واحد، لا ممكن يرجع تاني. دي صوره للماركوف مودل، شايفين كده المودل هيبوتيسيس مش ماشيين كلهم في نفس الاتجاه، ممكن ماشي في الاتجاه ده ماشي في الاتجاه ده وبعد كده يرجع تاني الاتجاه ده. فالدنيا ايه، الدنيا فيها فليكسبيليتي شويه. تمام. نقرأ بقى الماركوف مودل. When used when the analysis must consider the complexity of disease. يبقى لما ديزيز عايز نتكلم فيه في نناقش في الكومبلكسيتي بتاعته يبقى الماركوف مودلينج كويس معايا. The differences between this model and the decision tree include the inclusion of concept that time and ability to revert to an earlier health state. هيبقى عندي flexibility سواء في التايم او ان انا اقلب معايا لايه مرحله less complex في المرض بتاعي. Not just linear progression. The disease is divided into mutually exclusive transient state that sequentially lead to a terminal absorbing outcome usually that. هنفضل ماشيين رايح هيروح، والله واحد جاله هيباتيتس 20% يحصل له complication كذا و 50% يحصل له complication كذا، بس ال 20% ممكن يخفوا ويرجعوا تاني للchronic state مش هيبقى دايما acute state، و 50% لا هيرجع تاني ممكن يتحولوا للكرونيك ستيت، الكرونيك ستيت ممكن تتحول لده في الاخر، وهيفضل يمشي رايح جاي بس في الاخر الاسهم كلها هتودي ان هو يحصل له ده. تمام. ايبل الماركوف مودل بيست ان هو ايبل تو انكوربريت كومبلكسيتيز اوف ديزيز ستيت كان انكوربريت ذا بروجريشن اوف ميني كرونيك ديزيزز ايبل تو اساين فاليو تو تايم سبنت ان ايتش هيلث ستيت. ليميتيشن
does not usually incorporate the importance of the distribution of cost and outcome among different patient or population groups into analysis. مش مهتم بقصة ان ايه تكلفة الحاجة دي بالنسبة للpatient. هو بس بيناقش complexity بتاعت disease وفي كمان flexibility في time معي. ده زي قلنا ايه ده picture للايه للماركوف ما تقدرش تتخيله. حاجة اسمها Bayesian modeling. Similar to Markov, لكن ال Bayesian model ده بيعمل ايه predict the probability of outcome in future. مش بس بيتكلم على على complexity بتاعت disease ده ممكن كمان بيعمل prediction كمان لقدام ايه اللي هيحصل. تمام؟ يعني احنا المودلز دي كلمتين على كل حاجه، نفهم مزاياها ونفهم عيوبها ونفهم شكلها عامل ازاي. يعني مش هنقعد نحس طبعا الكلام ده، يعني البيز طالما في حاجه بريدكشن يبقى بيزن مودل، طالما في حاجه كومبلكسيتي اوف ديزيز يبقى بيزن، طالما في حاجه ديسيجن تري بروبابيلتي 1 وعندنا تشانس نود وحسميشن بتاعه 1 وهي تمشي في وان دايركشن يبقى هو ده ايه ديسيجن تري. تمام؟ في حاجه اسمها ديسكريت ايفنت سيميليشن، هو دي حاجه جديده ومتكلم عليها في كتابهم من كلمتين. يعني تعرف برضه ان هي داز نوت مانديت ميتشوالي اكسكلوسيف ايفنتس or fixed time cycles. احنا كل decisions كل المودلز اللي فاتت دي بيقول لك والله يحصل كذا وبعد كده الحاجه دي ممكن ترجع ممكن ما ترجعش او ماشي في اتجاه واحد بس في الاخر كله بيؤدي لان المريض ده ممكن ايه يموت. لكن الديسكريت ايفنت سيميوليشن ده مش بيمشي خالص لانك في اتجاه واحد بس. تمام؟ population for models. انا دلوقتي انا احنا بنتكلم ان احنا قلنا هنجيب population دي 50% يحصل لهم كذا و20% يحصل لهم كذا. طب ان انا احنا قلنا الموديل اصلا فكرتها ان البوبيليشن ده اصلا هيبوثيتيكال، انا بجيب بس مجموعه من الناس والمجموعه دي والله اقول ايه طالما الخمسه دول حصل لهم كذا، طب لو كانوا 10 هيحصل لهم ايه، طب لو كانوا 100 هيحصل لهم ايه، طب لو كانوا مليون هيحصل لهم ايه. انا بجيب بوبيليشن صغير وايه وبعد كده ايه ببني عليه افتراضات وهميه علشان ايه احصل على نتائج. تمام؟ البوبيليشن بقى الناس دي البوبيليشن دي اللي انا هستخدمها للموديل دي هعملها ازاي؟ هنعملها بحاجه اسمها مونت كارلو تكنيك. يبقى التكنيك فور ذا بوبيليشن فور ذا مودلز اسمه مونت كارلو تكنيك. Used to simulate the infinite number of times. احنا قلنا بنجيب حاجة معينة ونعمل running للموديل ده كذا مرة. العملية دي اسمها مونت كارلو تكنيك. The outcomes are presented as a confidence interval. النتيجة في الآخر عندي بتبقى على شكل confidence interval. الطريقتين اللي بستخدمهم في المونت كارلو حاجة اسمها bootstrapping samples. اعرفوا الأسامي. وجاك نيفيلينج سامبلز. يعني كنت بسميها جاك نيفيلينج دي جاية من junk. Delating. بحط في junk. بعمل delating. والbootstrapping بعمل random selection بختار بجيب ناس اختار عشوائي with or without replacement. يعني الاكس اللي انا حطيته في البوبيليشن بتاعي ممكن اقعد استغنى عنه. يعني لو شلته يعني انا خلاص عملت له exclusion اجيب واحد مكانه او ممكن ما اجيبش واحد مكانه. جاكني فيلك انا برضو ايه بجيب population دي ايه ممكن اشيل منها عشوائي الشيل العشوائي ده هو ده اسمه ايه جاكني فيلينج سامبلز. تمام؟ احنا كده خلصنا الموديلنج. هنخش في موضوع جديد برضو معانا اللي هو ايه اللي هو سنسيتيفيتي اناليسيس تست ذا اول اسامبشن يوزد ان موديل اند انيبلز ذا امباكت اوف بيست كيس اند ورست كيس سيناريوز اون ذا فايندينجز تو بي انفستيجيتد used to test the strengths of the estimates. احنا اهدا المهم عندنا تحتها خط اهي ليه بعمل sensitivity analysis. بعمل sensitivity analysis انا دلوقتي عملت بحث معين عايز اشوف البحث ده ينفع اعتمد عليه ايه هو قوته robustness اللي هو strength ايه قوة بقى ينفع اعتمد على البحث ده او الموديل اللي انا عملته ده ينفع اعتمد عليه ولا لا عشان اعرف ينفع اعتمد عليه او لا انا بعمل حاجة sensitivity analysis. types of sensitivity analysis ممكن تكون one way one estimate varies. انا واحد هغير بس حاجة واحدة من الموضوع انا والله بتكلم على حاجه معينه مثلا باكسبيرمنت معينه وبقول والله انا معتمد ان سعر الدولار فيها لو سعر الدولار مثلا الاكسبيرمنت بعملها في مصر وانا بستورد مثلا مواد خام مثلا من بره فانا هغير سعر الدولار في الاكسبيرمنت دي واشوف لو غيرت سعر الدولار هل هتديني نفس النتائج ولا لا. لو اديتني نفس النتائج يبقى انا كده تمام. ما تدينيش نفس النتائج يبقى انا عندي ايه يبقى انا عندي الاناليسيس ده ايه ضعيف. مالتي فاريت او سيناريو تو اور مور استيميت ده بغير حاجتين بغير مثلا سعر الدولار وبغير مثلا عدد مثلا العمال في الاكسبيرمنت دي اشوف هتغير النتائج ولا مش هتغير النتائج. في حاجه اسمها threshold analysis change one or more estimate until the decision change. انا هفضل اغير مش هغير حاجه واحده لا انا هفضل اغير حاجات كتير واشوف امتى بقى النتائج هتتغير. لما النتائج تتغير هي دي النقطه دي اسمها threshold. انا النقطه دي هي threshold بتاعي هي دي النقطه اللي هقف عندها. يعني طالما عندي النقطه دي يبقى الاكسبيرمنت قويه الى ان النقطه دي ايه تتغير. Analysis of extremes, best case versus worst case. هقول لو انا عندي اسوأ الفروض خالص هحسبها واحسن الفروض خالص هحسبها واعمل زي confidence interval ده هقول والله يبقى انا عندي نتائج من كذا لكذا.
probabilities ده رقم discounting ده موضوع جديد. discounting برضو هي كلمتين الموضوع هي equation present value equal future على 1 plus r to power n والـ r هي الـ discount rate الـ n هي number of years in the future. دي حاجة دي discounting دي أنا لما بجي مثلا أعمل أنا شركة أدوية وعايزة أنزل أدوية معينة في السوق فالأدوية دي والله هتكلفني عشان خاطر أعمل الخط الإنتاج ده هتكلفني والله 100,000 دولار تمام. 100,000 دولار دولت انا هاخد الفلوس دي يعني انا هقدر بقى بعد ما اشتغل واعمل ابحاث في السوق وانزل السوق والسوق يوصل والادويه دي توصل وتنتشر بين المرضى والمرضى كانوا يشتروا الكلام ده هيحصل كمان 5 سنين. فانا كمان 5 سنين ال 100,000 دولار دول بقى هيطلعوا لي كام؟ هل تستاهل القيمه اللي انا هعمل؟ طبعا الفلوس ال 100,000 دولار لما انا هستلفها دلوقتي لا كمان 5 سنين مش هاخدهم اكيد 100,000 دولار هاخدهم كام بقى؟ فهي القيمه في المستقبل دي لازم احددها عشان خاطر احدد تكاليفي واحدد سعر الحاجه اللي انا هقدمها دي بعد كده عشان تغطي لي تكاليفي. هو ده ايه؟ هو ده مبدا الديسكاونتنج. حتى بنستخدم مبدا الديسكاونتنج ده لو انا مثلا حد هيشتري عربيه مثلا عربيه دي ب 100,000 تقول له والله انا ممكن اقسطها لك كمان على 5 سنين بس لو ما دفعتليش كاش مثلا مثلا هاخد منك 120,000. ليه؟ لان قيمه ال 120,000 ال 100,000 دلوقتي غير قيمتهم اكيد كمان 5 سنين فانا لازم اخد مقابل ان انا ايه اقسط لك المبلغ ده تمام. نقرا بقى الديفينيشن. if the analysis span more than a year then the dollar values must be adjusted to a common time. discounting adjust future cost or benefit using an expected interest or discount rate. والريت ده قلنا غالبا بيبقى 5% يعني بس هو بيقول لك من 0.03 ل 0.08 بس غالبا هي النسبه الكومن اللي بتستخدم هي 5%. ده بيستخدم useful in comparing acute and long term treatment strategies. يبقى ايه الحاجه اللي هتفيدني بايه الديسكاونت؟ ان انا ايه لما بحيلك حاجه دلوقتي غير ما بعليك هي على لونج تيرم. question you are conducting a retrospective pharmacoeconomic study using claims data from the past year. you want to determine the robustness of the cost benefit analysis and have calculated the confidence interval for the component with the most impact on the analysis. which would be the strongest test for this robustness. طالما انا بعمل تيست للروبستنس يبقى انا بستخدم ايه؟ sensitivity analysis. احنا strength او robustness of a study بعملها sensitivity analysis. sensitivity analysis دي ممكن اعملها univariate multivariate حاجه احنا قلنا ايه عليها تمام. انا حاسب هنا confidence interval يبقى confidence interval دي مين في دولت هيبقى احسن حاجه علشان يحسب لي confidence interval؟ bayesian analysis identifying a discount factor مش علاقه using analysis of extremes. ايوه بالظبط هي دي. لو نرجع بس شويه بالسلايدز هي دي analysis of extremes هي دي اللي بتعمل لي confidence interval. يبقى هو الكيس عامه بلقط منها الكلام المهم robustness يبقى انا analysis طبعا يبقى sensitivity analysis. confidence interval تبقى ايه analysis of extremes. pharmacoeconomic evaluations برضو الجزء بقى ده يمكن اهم جزء خالص في الشابتر فيا ريت نفهمه كويس لان بيجي عليه اسئله في الامتحان بقى ده بقى فعلا موضوع اسئله في الامتحان مهمه يعني. الفارماكوايكونوميك ايفالويشن لما انا عايزه اعمل ايفالويشن انترفنشن انا ممكن اعمل بارشل ايفالويشن او فول ايفالويشن. بارشل ايفالويشن عن طريق حاجتين كوست اناليسيس او كوست اوف ايلنس. بارشل ايفالويشن يعني انا بعمل ايفالويت انترفنشن معين من وجهه نظر واحده انا ببص على حاجه من وجهه نظر واحده يا اما كوست يا اما كونسيكوينسز. لو انا هبص على الكوست يبقى ده كوست اناليسيس. انا والله عندي انترفنشنز وانا ما يهمنيش انترفنشنز دي ايه. والله انترفنشن معين هيكلفني $5 وانترفنشن معين كلفني $10 وانترفنشن ثالث هيكلفني $15. فانا ببص من ناحيه مش ماليش علاقه مش هبص الانترفنشن مين احسن من مين ومين اقل من مين. لا انا ببص بس من وجهه نظر الفلوس فقط ما يهمنيش الانترفنشنز دي اصلا ليها علاقه ببعضها او لا. فعشان كده بسميها بارشل ايفالويشن. في حاجه ثانيه اسمها كوست اوف انس. كوست اوف انس انا ببص برده من وجهه نظر معينه. دي اشهر مثال ليها هي مثلا حملات تطعيم شلل الاطفال مثلا في مصر طبعا كتير. انا دلوقتي شلل الاطفال ده لما بينتشر في المجتمع لما بيبقى حاجه كده في المجتمع منتشره حاجه ايبيدميك في الدوله بتبقى مشكله كبيره هتاثر طبعا على الدوله الكولكتيفيتي هتقل الناس دي هتحتاج علاج من الدوله فهتكلف الدوله مصاريف كتير. فعشان كده انا والله بجيب بطعم الناس كلها بغض النظر بقى الموضوع هيكلفني كام مش مشكله هيكلفني كام انا المهم ان انا امنع المرض. فانا ده اشهر مثال ليها هو حملات تطعيم شلل الاطفال. انا مش مهم عندي هيكلفني كام ان انا اطعم الناس كلها بس المهم ان انا المرض عندي ما ينتشرش. فانا ببص للموضوع من وجهه نظر معينه ان المرض وحش انا عايز امنعه مش مهم هيكلفني كام بس ايه امنعه عن المجتمع. هو ده البارشل ايفالويشن. طب هنتكلم عن حاجه ثانيه فول ايفالويشن. فول ايفالويشن بقى دي انا اقارن بحاجتين والله الحاجه دي ايه وهتديني ايه الحاجه دي تكلفتها كام وبدي لي اخد منها ايه. ببص من وجهتين نظر بقيس عندي الميزان بكفتينه هي دي اسمها فول ايفالويشن.
full evaluation, cost minimization analysis, cost benefit analysis, cost effectiveness وcost utility. هم اربع حاجات. يمكن cost utility ده يعني في ناس كتير بتصنفه تحت اصلا يكون هو باب من ابواب cost effectiveness, بس هو كده بقسم لك الاربع حاجات هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي. لازم نفهم الحاجات دي كويس جدا لان الحاجات دي زي ما قلت اي موضوع اسئله. اول حاجه cost minimization analysis, ببساطه cost minimization انا عايز اقلل التكلفه. طب انا عايز اقلل التكلفه معنى كده ان انا عندي drug A و drug B, انا عايز اشوف من عايز اقلل انا كمستشفى مثلا وعايز اعمل مثلا مناقصه وعايز اخد مثلا اجيب مثلا انتي بايوتيك حلو, فانا معروض عليا دواء ايه دواء بي, اخد مين باخد ايه ولا بي, فانا بعمل حاجه اسمها cost minimization analysis. بس cost minimization analysis انا بقارن حاجتين typical هما الاثنين زي بعض same effect وسيم سايد افكت, زي مثلا هقارن ما بين الاوجمنتين والاوجمنتين والكيرام مثلا, هما الاثنين نفس الحاجه, هما الاثنين اموكسيسيلين كلافيلينيك, هما الاثنين ستوب, هما الاثنين كوبي بيست من بعض, بس ده والله انتك شكل كذا, ده واحد جينيك واحد براند, فانا هشوف الارخص مين وهكيم. فدي اسمها كوست مينيزيشن اناليسيس, لازم الحاجتين يكونوا زي بعض بالظبط. واحنا قلنا اشهر مثال ليها هو الجينيك فيرسز البراند, نقراها مع بعض. This type of evaluation compares two or more alternative treatments that are clinically equivalent in terms of outcomes or consequences, same effectiveness and side effects. Once equivalency is demonstrated, the focus is on choosing the one with the smallest total cost. Cost minimization analysis is only appropriate if the outcome are shown to be equivalent. لازم الأوتكم يكون equivalent. If not, must use alternative technique to account for the different outcomes. والله لو انا عندي الحاجتين دولت, واحد مثلا سيفالوسبورين, واحد مثلا واحد مثلا بقارن مثلا سيفالوسبورين مثلا فيرست جينيريشن بفورث جينيريشن, لا يبقى انا اشوف معلش اشوف تكنيك تاني مش هينفع معايا كوست مينيمايزيشن اناليسيس. تمام. تاني حاجه كوست افكتيفنس اناليسيس, جايه برده من اسمها كوست افكتيفنس, انا بقيس الكوست بالافكت. تمام. كوست اند افكت, الكوست افكتيفنس اناليسيس ده انا بقيس حاجتين شبه بعض, هما مش تيبيكالي, هما لو كوبي بيست من بعض زي ما قلنا الاوجمنتين مثلا والكيرام, ده كده كوست مينيمايزيشن, هما الاثنين حاجتين تيبيكالي هما, لكن الكوست افكتيفنس دولت حاجتين شبه بعض, حاجتين هيقدوا لي نفس الغرض بس الكوست بتاعهم مختلف. فانا عايز اشوف هل الكوست ده يساوي افكتيفنس, ده اختار بقى مين فيهم, هل اقلل افكتيفنس بس اخد كوست وادفع كوست اعلى, وقصدي مثلا اخد اعلى الافكتيفنس وادفع كوست اكتر شويه, ولا الفلوس اللي انا ادفعها دي لا انا حاجه اللي ارخص صح. هي افكتيفنس اقل بس هتقضي نفس الضرر وخلاص. هو الكوست افكتيف انا بقارن بين حاجتين شبه بعض بتكلفتهم بتكلفه مختلفه ونشوف مين عندي الافضل. تمام. cost and effectiveness are measured in different units. Compare the relevant cost and outcomes of two competing therapies with cost presented in monetary unit. أنا cost حقيسه في monetary unit. Outcome in their natural unit. Weight gain, blood cholesterol, cholesterol level reduction. حقيس مثلا والله ده بيقلل لي blood pressure بنسبة كذا وده بيقلل لي blood pressure بنسبة كذا, ولكن ده تكلفته كذا وتكلفته كذا. The cost effectiveness ratio is expressed as cost per case cured. A cost per life saved or similar ratios. Advantage of this method, that value, health outcome per dollar spent can be directly presented. The disadvantage is that only alternatives with the same outcome can be compared. Threshold, the directed threshold, threshold هي minimum value which has to be established. أنا بعمل cost effective analysis عندي نقطة معينة, يعني أنا ممكن أقل التكلفة شوية واخد افكتيفز اقل, بس برضه هتعالج لي المريض. لكن في نقطه معينه لو الدواء ده قل عنها انا لا انا هرفض الايه الانترفنشن ده, لان ما ينفعش اقل عن الحاجه دي, هي دي اسمها ايه الثريشولد. ماشي. الكوست افكتيف اناليسيس بحسبها عن حاجتين, حاجه اسمها ايسر وحاجه اسمها ايسر. ايسر اللي هو افريج كوست افكتيفنس ريشيو, بعمل ريشيو بعمل كوست الكوست على الثيرابيتك افكت. الانكريمنتال كوست افكتيفنس ريشيو الايسر بعمل كوست ديفرنشال ديفايدد باي the outcome differential, يعني هعمل الديفرنشال هعمل الكوست بي ماينس كوست اي على افكت بي ماينس افكت اي وهحسب الايسر. في حاجه اسمها انكريمنتال كوست افكتنس, الانكريمنتال كوست افكتنس ريشيو دي اللي اتكلمنا عليها دي هي necessary to assess treatment option that is cost to obtain extra benefit when switched to another strategy. الانكريمنتال هي التكلفه الزياده اللي انا دفعتها عشان خاطر اخد اكسترا بنفيت. تمام. الكوست افكتيفنس السيتويشن دي نفهمها ونحفظهم كويس. الكوست افكتيفنس هقسمه هيبقوا خمس نقط عندي عشان اقدر اقيس الكوست افكتيفنس. والله نمبر 1 if the cost is lower, انا عندي دواين واحد منهم ارخص
واحسن يبقى انا هختار. تمام. تاني اوبشن عندي if the cost is greater والافكتفنس is less is never to choose the new intervention. لو انا عندي السعر اكتر والافكتفنس اقل هختاره ليه؟ يبقى طبعا مهم اختار الاختيار ده. نمرة تلاتة if the new intervention is less expensive and at least as effective. والله هو ارخص شويه بس هيأدي نفس الغرض زي يعني مش فرق ما فيش فرق كبير منهم ايه في الافكتفنس بتاعهم. رابع حاجه more expensive الدواء اللي عندي ده اغلى بس هيديني بنفيت زياده مش هاخدها من الدواء الرخيص يبقى انا هختار الدواء ده. نركز worth the additional cost هو اغلى بس يستاهل بقى الفرق. تمام. خامس حاجه less is expensive وless effective but the extra benefit ممكن يكون الافكتفنس بتاعه اقل وهو رخيص ارخص بس الاكسترا بنفيت اللي انا هاخدها ما تستاهلش قوي ان انا اقطع اصلا اقطع ايه فرق الفلوس دي يبقى انا هختار انترفنشن الارخص. يبقى هاني كوست افكتفنس اناليسيس انا عندي دوايين عايز اختار مين الافضل منهم مين اللي اختاره. والله لو انا عندي اول حاجه اوبشن عندي ان الدواء ده يكون ارخص بس الافكت بتاعه احسن. تمام. تاني حاجه لو انا الافكت لو انا غالي والافكت بتاعه اقل يبقى انا الدواء ده مستحيل اختاره. تالت حاجه لو الانترفنشن ده ارخص والفعاليه بتاعته زيه زي الدواء الجديد يبقى ايه يبقى انا اختار الارخص. رابع حاجه ممكن يكون اغلى والافكت بتاعه احسن بس الفرق في الافكت ده يساوي الفلوس اللي انا هدفعها يبقى انا ممكن اختار ايه في الحاله دي اختار ايه الدواء الاغلى. خامس حاجه الدواء ده ارخص والافكت بتاعه اقل بس انا اصلا الافكت العالي ده كده الافكت القليل ده هيقضي لي الغرض يبقى انا هدفع فلوس ليه ما هي مش مشكله يعني الافكت الزياده في الافكت دي مش هتاثر معايا قوي فانا اختار الدواء الارخص طالما ايه الافكتفنس بتاعه ده مش اقل طبعا من الثريشولد يعني هو كده احنا الثريشولد هي دي النقطه اللي بنقيس بيها فانا ارخص ماشي بس الارخص الافكت بتاعه اقل بس انا اصلا الافكت زياده ده انا مش هستخدمه اصلا في حاجه مش هيفيدني كتير يعني it's not worth the extra cost. تمام. cost benefit analysis ده تالت حاجه عندنا النهارده. cost benefit analysis باختصار انا بقارن بين حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. انا واحد صاحب شركه معايا مثلا $100,000 $100,000 دولت انا محتار اعمل هل اعمل بيهم مين اللي هيجيب لي عائد اكتر هل اعمل بيهم مثلا مركز توزيع للبرودكت بتاعتي ولا اعمل مثلا اكستنشن جديد او لاين جديد للحاجه اللي انا بديكها مين اللي افضل اعمل ده ولا اعمل ده فحاجتين ما لهمش علاقه ببعض هي دي الكوست بنفيت مين اللي هيعود عليا بقى منفعه اكتر ده ولا ده هو ده الكوست بنفيت انا بقارن بين حاجتين ما لهمش علاقه ببعض كوست مينيمايزيشن قلنا حاجتين هم الكوست افكت الناس حاجتين شبه بعض الكوست بنفيت حاجتين ما لهمش علاقه ببعض اقارن كوست بنفيت اناليسز ماجر بوث كوست اند بنفيت ان مونيتري يونتس. This tool allows decision makers to compare programs that have different outcome measures. يبقى ده ميزته ان هو حاجتين ما لهمش علاقه ببعض هعرف افاضل ما بينهم. The decision is to choose an alternative over comparators if that a net gain to society is achieved. Evaluation of cost and benefit used. Evaluation of cost and benefit used the human capital or willingness to pay approach. Discounting and sensitivity analysis are applied as needed. استخدموا الاثنين calculation benefit cost ratio دي بقى benefit على cost بنات benefit بعمل البنفيت بالدولار ناقص الكوست برضو بالدولار. تمام. The results can be presented as best benefit cost ratio but the net benefit also needs to be presented because the ratio does not give magnitude of benefit or cost. For example 5-1 ratio may be $5 benefit for $1 invested or 500,000 benefit for 100. يعني انا بيقول يعني ان انا لما بحسب النت بنفيت دي بتبقى افضل لان هي بتديني قيمه حقيقيه للموضوع لان انا لما اقول البنفيت كوست ده ممكن البنفيت كوست ده البنفيت 5 والكوست 1 وممكن يكون البنفيت 500 والكوست 100 فانا مش عارف انا كده مش عارف اصلا القيمه بتاعته ايه عشان كده دايما البنفيت بتبقى ايه افضل. question معانا the local health system consisting of hospital and three physician practices is conducting a cost benefit analysis from the provider perspective on opening a dialysis center عندنا ريس هيفتح dialysis center in a town where the nearest center is currently 75 miles away which best depicts an opportunity cost to the health system. هو هنا بيعمل cost benefit analysis عشان خاطر عايز يفتح مركز غسيل خلوي لقريه القريه دي هي اقرب مركز ليها 75 مايل زي مش كده التفاصيل دي يعني فهو عايز يقول ايه هي من الحاجات دي
مين في دولة يعتبر يعتبر opportunity cost بدل ال يعني انا بعمل cost benefit انا دلوقتي بدور على حاجتين ما لهمش علاقه ببعض وقارن ما بينهم تمام كده. فمين من الحاجات دي ممكن يكون opportunity cost؟ يعني انا ال $100 دول احنا قلنا زي ما قلنا واحد عايز يعمل مصنع يعمل اوتلت يعمل اكس يعمل لاين جديد للبرودكت بتاعته ولا يعمل مثلا مركز توزيع داخل المصنع مين اللي هيدخله فلوس اكتر. هو نفس القصه هنا هو واحد عايز معاه فلوس وعايز يعمل دايلز سنتر مين افضل بقى مين من الحاجات دي هيقارن ما بينها وبين الدايلز سنتر opening of a new cancer center تمام ممكن تمشي equipment for the dialysis center لا دي كده حاجتين شبه بعض كده مش cost benefit analysis خالص. decrease transportation cost مالهاش علاقه بالموضوع work hours gains برضو مالهاش علاقه بالموضوع. يبقى الانسر هتكون ايه هي دي opening of a new cancer هي دي opportunity cost لو انا ما عملتش لو انا يبقى انا هعمل دراسه الفلوس اللي انا معايا دي لو انا فتحت دايلز سنتر هيجيب لي فلوس قد ايه ولو عملت نيو كانسر سنتر هيدخل لي فلوس قد ايه واقارن بينهم وبالتالي الفايده الاكتر هي دي اللي هعملها. يبقى الانسر از ايه طالما بعمل كوست بنفيت اناليسيس يبقى اختار حاجتين ما لهمش علاقه ببعض انسر ايه. اخر حاجه معانا اللي هي الكوست يوتيليتي اناليسيس افكتس اور ميجرد ان يوتيليتي يونتس. احنا قلنا الكوست يوتيليتي اناليسيس ده يعتبر من ضمن الكوست افكتس اناليسيس بس انا مش بقيس الحاجه ككوست كماني انا بقيسها في الناتشرال يونتس. انا الحاجه الانترفنشن اللي عملته ده هيعود عليا بفايده في صحه الانسان ده او ساتسفاكشن بتاعه او في رضاه عن الحاجه دي بقد ايه. The complete cost utility analysis is the most expensive economic analysis technique because time required from both researchers and subjects to collect the utilities بيستهلك فلوس ويستهلك وقت كبير. It should be used only when the quality of life is the outcome of interest or is the one of the outcomes of interest. انا بستخدمه لما انا عايز اعرف تاثير الانترفنشن ده على quality of life تمام. The benefit over cost effectiveness analysis ميزته بقى على الافكتيف كوست افكتيف اناليسيس الكومن اوتكم allows comparison of very different interventions. احنا كنا قايلين الكوست انترفنشنز لازم حاجتين شبه بعض وقارن بينهم هنا بقدر اقارن ما بين حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. عندنا ديفينيشن مهمه جدا لازم نعرف الايكويشن دي حاجه اسمها كالي كواليتي ادجستد لايف ييرز بتتحسب يوتيليتي في التايم ان ستيت. اليوتيليتي دي هيديها لك والتايم هيديه لك ثلاث سنين اربع سنين وغيرها في اليوتيليتي عشان نعرف هي ايه هي الكالي ايه تعريف اليوتيليتي. يوتيليتي is the measure how happy healthy satisfied or someone is. The scale that is common examples are from 0 to 1 او 0 to 10 او 0 to 100. The scale حاجه بقيس بيها مدى شبه البين سكيل كده وانا بحسب من خلاله ايه هي المنفعه اللي بتعود عليا من الحاجه الفلانيه. Once the utilities are determined, the CALI can be calculated. CALI were developed for long-term and chronic diseases. Acute diseases are often under-evaluated. احنا فين الكالي دي utility في التايم. الأكيوت ديزيز دي التايم بتاعها بيبقى قليل جدا. الأكيوت أي حاجة أكيوت التايم بتاعها قليل. فبالتالي الكالي ده مش بعرف استخدمها في الحاجات الأكيوت أنا بعمل إيه underestimation بضرب في رقم قليل فبالتالي النتيجة تطلع لي قليلة. لكن الكرونيك ديزيز ممكن بستخدمها عشان أنا بضرب في عدد سنين فبالتالي ممكن أقدر أحكم على الكالي لو العدد سنين مش قليل. Any difference in CALI must be reviewed to see whether the quantity, quality, or both changed. The stages of disease and the amount of time in each stage must be calculated separately and then summed to obtain the total CALI for the full-time interval. الستيجز حقيقي كيس على الموضوع دلوقتي انا بحسب الكالي في كل مرحله من المراحل وبعدها بجمعهم عشان احسب التوتال كالي تمام. question معانا A wealthy donor left your medium-sized institution $10 million to establish a clinic for one of three disorders, depression, obesity, and smoking. You want to conduct a pharmacoeconomic study to inform the decision. Which type of analysis would be best to use this analysis? واحد wealthy, واحد غني عنده عايز يعمل عنده ميزانية $10 million, عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل clinic. الكلينيك دي محتار ثلاث حاجات يعملها depression clinic. ولا يعملها obesity ولا يعملها smoking. فأنا عايز أساعده في اتخاذ القرار ده. أعمل بقى أنهي study. أعمل cost benefit ولا cost effectiveness ولا cost of illness ولا cost utility. لو أنا بقارن ما بين حاجتين مش شبه بعض يبقى إيه cost benefit analysis. Answer is A. أهم question تاني. Which aspect of cost effectiveness and cost utility analysis is most related to value? The cost effectiveness أو cost utility لما باجي بعملهم. ايه الفاليو اللي انا بحب اللي بقيسها في الحاجات دي. threshold calculation of CALI non negative cost comparison of same outcome
الانسي هتبقى ايه؟ الانسي هتبقى ثريشولد. احنا قلنا كوست افكتنس او كوست يوتيليتي في نقطه معينه ما ينفعش تنزل عنها، ما ينفعش انزل تحتها، هي دي الفاليو اللي ما ينفعش اي تنزل عنها، هي دي اسمها ثريشولد. Question كمان: National group is conducting a study on the change in the cost of illness for major disease after first biological specialty drug has been on market for one year. Given the usual cost of illness study, which type of outcome study would be most applicable to the data? عندنا group عايز يعمل study على cost of illness for a major disease after first biological specialty drug has been on the market for one year. تمام، هم عملوا حاجة كده زي كوست اوف حاجه، عملوا حاجه زي حمله كده تطعيم او حطوا تطعيمات في البلد ايه لمده سنه، فهم عايزين يعرفوا يعملوا دراسه هل الحمله اللي انا عملتها دي فعلا افكتيف ولا لما ما كانش في حمله ده كان في افكتيف. يبقى انا عندي حاجتين، كان في حمله وما فيش حمله، عايز اعمل دراسه عشان اعرف الفلوس اللي انا دفعتها دي تستاهل الدفع ولا ما تستاهلش. فانا اعمل انهي دراسه، جنرال اوت كم ولا كوست بنفيت ولا كوست يوتيليتي ولا كوست افكتيفنس؟ هتبقى ايه طالما مقارن بين حاجتين قلنا مش شبه بعض؟ بعالج ما بعالجش، بعمل سنتر ما بعملش سنتر، بعمل شركه البان ولا بعمل ولا اعمل شركه مثلا مياه غازيه مثلا، مين بالنسبه لي افضل؟ حاجتين ما لهمش علاقه ببعض، يبقى انا بعمل ايه؟ كوست بنفيت اناليز. انسر از بي. كمان سؤال هي دي اللي قلنا نحسب فيها، نستخدم فيها حساب الكالي، كالي تاني نرجع مع بعض تاني، حساب الكالي اللي هو اليوتيليتي في تايم ييرز، بحسب الكالي بالطريقه دي. قلنا عندنا ستيجز بتاعت الديزيز، بعمل ايه؟ بجمع الستيج دي مع الستيج دي مع الستيج دي واجمعهم مع بعض علشان خاطر احصل على التوتال كالي. تمام، during a four year period patients with hepatitis B treated with Hepslow، عندنا حاجه يعني drug اسمه Hepslow would have an average of 2.5 years of usual chronic hepatitis symptoms. Utility 0.68، هضرب ده 2.5 في 0.68 يبقى كده ده ايه اول حاجه، و 0.5 of decompensated cirrhosis يبقى تاني دي تاني stage، يبقى 0.5 multiplied by 0.35 and 0.75 years of liver transplant، يبقى 0.75 multiplied by 0.57. تمام، ده بلس ده بلس ده هيطلع لي رقم. improved hep care، ده الانترفنشن التاني، الدواء التاني yields بقى ايه؟ 2.75 years of chronic hepatitis B، اللي هو اليوتيليتي بتاعته بكام؟ اليوتيليتي بتاعتي ب 0.68، هضرب ال years في اليوتيليتي، اليوتيليتي ما بتتغيرش هضرب ده في utility. تاني حاجة 0.25 years of decompensated cirrhosis، اللي هو utility بتاعته كام؟ اللي هو utility بتاعته 0.35 multiplied by 0.25. وبعد كده تالت حاجة 1 year of liver transplantation، يبقى 1 year في utility بتاعي في liver transplantation اللي هي 0.57، يبقى هضرب ده هضرب utility في عدد ال years واعمل لهم ده بلس ده بلس ده هو ايه؟ واحسب النتيجه هتطلع في اخر ايه 0.025 اللي هو عايز which this displays the incremental quality adjust، هيحسب ده minus ده from the use of improved hep care، هحسب دولت مع بعض ودولت مع بعض واعمل ما بينهم ايه subtraction هيطلع لي answer. تمام، معلش انا بتكلم بسرعه بس انا مش حابه اضيع صراحه وقت في التكليف في الشابتر ده، يعني ما يستاهلش ان انا اضيع وقت فيه. طبعا الاهم طبعا تركزوا في الشباتر الثقيله، يعني طبعا خاصه الناس اللي داخلين الامتحان خلاص الايام الجايه دي، ربنا ان شاء الله يوفقكم. الدايركت يوتيليتي ميجرمنت فروم بيشنتس، انا عايزه اقيس اليوتيليتي من البيشنتس نفسهم. احنا قلنا اليوتيليتي هي الافاده النفع عن البيشنت نفسه، علشان اقيس بقى اليوتيليتي هستخدم ثلاث طرق، حاجه اسمها ستاندرد جامبل، حاجه اسمها رانكينج سكيل، حاجه اسمها تايم تريد اوف. ستاندرد جامبل يعني ستاندرد جامبل ترجمتها الحرفيه المؤامره، بعمل ايه؟ بعمل قمار، يعني ازاي بعمل ايه؟ جامل الامور، يعني ان هي الحاجه دي اديني كذا، لو ما ادينيش كذا يبقى اديني كذا. The standard gamble is often considered the only true measurement of fidelity because it includes uncertainty. The standard gamble used the economic assumption that people with poor health would accept a greater probability of dying for a chance for full health. كل ما الناس هتكون صحتهم ضعيفه، كل ما يكونوا مرضى، كل ما يكونوا مش مشكله اموت، يعني يبقى عنده فرصه ان هو يتقبل الموت بس يعيش دلوقتي بصحه كويسه، يعني اقول له كل ما الانسان يكون صحته للدهورة كل ما ممكن يقبل فكرة ان هو الدواء ده كويس هيخفف، بس على فكرة هيأثر عمر، هيقلل سنوات عمر، هيقول لهم ما فيش مشكلة بس عيش دلوقتي كويس، مش مشكلة بس ايه احسن ما عيش سنوات كتير بس اكون ايه في العذاب. The researcher's choice between 100 probability of having a very specific health state and a chance at full health linked with a probability of immediate death. لو انتوا فاكرين دي شبه شوية decision tree اللي كنا بنتكلم عليها في modeling،
انا بدي بعمل ديزاين كده بيعمل probability. لو انا والله البيشنت لازم التوتال بتاعهم يكون 1 probability عندي فول مثلا اهو عندي patient probability ان هو يكون عيان كذا probability ان هو يكون سليم كذا لو probability ان هو يكون عنده full renal function لو اديته الدواء ده هيبقى عنده 0.6 full renal function و 0.4 ان هو هيموت فلازم التوتال بتاعهم ايه 0.6 و 0.4 لازم patient بتاعهم 1 probability of full health represented by 1 minus p utility at this state is equal to the value of p يبقى هي utility هي ايه هي utility هي p p هي الـ a utility تمام question a new drug walk again drug اسمه كده is extremely effective for returning the ability to walk to normal in patients with SMS multiple sclerosis however it is very toxic and that have occurred which most accurately depicts the utility of MS in patients in a wheelchair for 15 years and determined by full informed members of public without MS هو عايز ايه هو عايز utility utility اللي هي الايه اللي هي التلتي اللي هي البي هو عايز البي بصوا القصه طويله يعني القصه فيها كلام كعب الكلام ايه بوكا جين وام اس وانا مالي ما هو انا بتكلم في حاجه اصلا ايكونومكس بس هي خلاصه ان هو عايز يعرف منك انت فاهم اليوتيليتي هي البي ولا لا هو عايز اليوتيليتي يبقى هو عايز البي اللي هي ايكوال 0.42 هي دي البي 0.42 تاني حاجه عندي اسمها تايم تريد اوف تايم تريد اوف نفس القصه برضو assume that people with loss of health would be willing to give a part of their lifespan to live in a perfect health the writer is giving two certain states the scenario with the poor health and full health the person is told he or she will give انا الجامبل كنت بقول والله انا عندي probability 0.6 هتعيش كويس 0.4 والله هتموت لكن تريد اوف ده انت هتدفع كام من عمرك علشان تبقى كويس فهو ده من هنا بقدر احسب قيمه العلاج او قيمه الدواء ده او قيمه التحسن نفسه يوتيليتي الفايده اللي هتقعد عليا ايه اه انا هدفع 50% عشان اخف ابتدي اخد الدواء ده لو خفيف ويبقى اليوتيليتي بتاع الدواء ده 0.5 تمام تدفع كام علشان تبقى كويس تمام يوتيليتي از اكس 30 years for x the years in a full health t in years in a poor health حاجه اسمها ريتنج سكيل الريتنج سكيل ده شبه التايم تريد اوف بس هو بيديني هنا على شكل سكيل شبه البين سكيل وبنقول للمريض انت دلوقتي اليوتيليتي بتاعت الفايده او المنفعه اللي هتقول عليك من لو انت بقيت كويس قد ايه يبقى والله اقل مثلا 30 40 50 هي حددتها بالسكيل ده يبقى من هنا نقدر نحسب المنفعه اللي بتعود عليا من العلاج او من المرض ده نقراها برده مع بعض consider measures of preference the rating scale usually a visual analog scale similar to 100 millimeter pain scale where the distance between each millimeter mark is equal has been used But because it does not give a choice between two alternatives, has been considered an indirect technique similar to patient-related outcome, rather than a utility generator. The writer places a mark at the point where he or she believes that the scenario belongs relative to several other scenarios, with the top being full health and the bottom being death. تمام؟ هنتكلم على آخر جزء وهو الجزء الثاني معانا النهاردة من شابتر pharmacoeconomics هو PRO patient-reported outcomes. اني البول هو جزء مش كبير وفي دهش كتير قوي في الكتاب انا مختصراه والله على قد ما اقدر يعني افهموا بس الديفينيشنز اللي هي ايه هتيجي في السلايد اللي انا حاطها تحتها خط او انا حاطها بولد او كده اعرفوا الديفينيشنز دي عشان الديفينيشن دي مهمه والله بتيجي اني بولز اوف ذا ستاتس اوف بيشنت هيلث كونديشن كمز دايركتلي فروم ذا بيشنت ده تعريف البيشنت ريبورتد اوتكم ايه يعني ايه بيشنت ريبورتد اوتكم يعني هي ستاتس بتاع البيشنت الحاله بتاعت البيشنت بس مش بيحددها الفيزيشن ولا بيحددها اهله ولا قرايبه ولا اصحابه ولا اي حاجه هو اللي بيحددها انت حتى في ايه انت وضعك ايه هل انت راضي عن وضعك عن صحتك عن كده دي البيشنت ريبورتد اوتكم الميجرمنت اوف اني اسبيكت اوف بيشنت هيلث كم دايركتلي فروم ذا بيشنت هنقسمها لحاجتين فيزيكال وسوشيال فانكشنينج هو صحته كويسه يعني هو بتقدر تمشي مسافات طويله بتقدرش تمشي مسافات طويله تقدر تتعامل مع الناس تقدر تندمج في الحياه بتطلع برودكتس بقيت انسان مندمج مع المجتمع وبتخدم المجتمع بتتأثر بالمجتمع ده اول حاجه هنقيسها ثاني حاجه رضاك انت عن الانترفينشن اللي قدم لك ده ايه يبقى احنا بنقيس البيشنت ريبورتد اوت كام ده عن طريق حاجتين عن طريق صحته وتفاعله في الحياه وثاني حاجه عن طريق رضاه ممكن يكون خايف ومبسوط وكل حاجه بس هو مش راضي اصلا عن الحاجه اللي اتقدمت له دي فهي دي ايه دي برده هنقيسها البيشنت ساتسفاكشن دي برده ديفرنت ديتا برده خدناها جزء اسمه ايه اتش كابس اللي هو هوسبيتال كونسيومر اسسمنت اوف هيلث كير بروفايدر بندي كده زي سيرفي كده بيبقى موجوده غالبا في كل المستشفيات السيرفي يا جماعه املاء كده قول لي انت رضاك عن الخدمه اللي اتقدمت لك
The standardized survey was developed for CMS, Center of Medical Service, has 32 questions, 21 measuring satisfaction, grouped into categories, 7 of the concept being measured with 2 or more questions, pain management and communication about medication, have 3 and 2 questions respectively. Although the survey has 4 points on ordinal scale, only the percentage of always is used for the CMS star rating. هو في سيرفي معمول سي ام اس اللي هي سنتر اوف ميديكيت زي كده هنا زي تاني التامين الصحي كده او حاجه كده موجوده هناك ان هو لازم بيعلم على السيرفي البيشنت بيعلم على السيرفي عشان والحاجات دي بيستخدموها عشان خاطر يدوا بقى الهوسبيتال دي 5 نجوم 4 نجوم يعني يعملوا ديفرنشيشن بين المستشفيات مين افضل من مين ده بيستخدموها في كده يعني تمام البيشنت ساتسفاكشن عشان اقيسه انا عندي انسترومنت حقيسي البيشنت ساتسفاكشن ده نفترض ان البيشنت ساتسفاكشن ده كان عباره عن كويستشنير تمام الكويستشنير هيبقى عباره عن مجموعه من الاسئله كل مجموعه من الاسئله هنسميها دومين الدومين ده هيتقسم لفروع كل سؤال السؤال ده هنسميه ايتم تمام كل سؤال ده ليه سكور لو كل الدومين لو كل الاسئله في نفس الدومين هيبقى نسميه اندكس لكن لو كل اسئله لوحدها هنسميها بروفايل تمام ده بالعربي باختصار شديد ايه هي الحاجات دي تمام نتكلم بقى بالانجلش انا كده ده جزء بالعربي عشان يسهل لكم بس هو ده بالانجلش ده اللي هيجي لنا في الامتحان ديفينيشنز الايتم هو البيزك يونت اوف ذا انسترومنت ده السؤال كل سؤال في السيرفي ده عباره عن ايتم سكيل السكيل ده هو السكور بتاع السؤال السكيل ايتم از ميجرد باي سكيل اندكس مالتيبل دومين سكورز قلنا طالما الدومين فيه كل الاسئله في نفس الدومين يبقى ايه يبقى ده اسمه اندكس بروفايل ليست اوف دومين سكورز كل واحده كل مجموعه يبقى ليست اوف دومين سكورز ده اسمه بروفايل باتري series of instruments مجموعة من الكوتشينيز نسميها باتري تمام تعالوا ناخد سؤال the SF12V2 consists of 12 questions that cover the same 8 domains found the SF36 each domain receives a score from 0 to 100 considering the standard components of instruments which component is most accurately represented by a printout of listing the 8 domain scores A هو least of 8 domain scores least of a domain scores least of scores اللي هو ايه item ولا scale ولا profile ولا battery تعالوا نرجع تاني least of domain scores احنا عايزين least of domain scores اللي هو ايه profile least of domain scores هو البروفايل لو كان قال لي multiple domain scores هيبقى ايه multiple domain scores index تمام لكن profile least of domain multiple domain scores index least of domain score least of domain scores يبقى ايه profile يبقى answer C مجرد انت عارف الديفينيشن بتاع كل واحد فيهم ايه هنعرف طالما least of scores تبقى answer C profile عندنا بقى questionnaire ده انا عايز اقيم questionnaire ده اشوف questionnaire ده كويس ولا مش كويس فال questionnaire ده reliability validity responsiveness ايه هما ثلاث definitions باختصار برضه reliable ايه يعني reliable يعني ايه يعني reliable ده لو عملته مره واثنين وثلاثه وعشرة كل مره هدي نفس النتيجه validity يعني valid يعني الكويستشنير ده فعلا بيقيس حاجه صح يعني لو الكويستشنير ده قال ان الحاجه دي كويسه تبقى كويسه لو قال الحاجه دي وحشه تبقى وحشه responsiveness هي الability to identify important change over time even if the important difference is small يعني الكويستشنير ده لو الحاجه دي لو انا عملت اي تغيرات الكويستشنير ده هيتغير النتيجه هتتغير اكيد معايا حتى التشينج ده ايه بسيط تمام يبقى اي كوشنير عندي او اي انسترومنت عندي انا بقيمها من ثلاث حاجات reliability validity responsiveness تمام نتكلم على reliability احنا قلنا reliability يعني كل مره ما بقيس الحاجه تبقى ايه تطلع صح ده مين test of reliability using a Cranbach alpha to test internal consistency reliability can also be tested over time to determine whether the instrument result are the same if no change occurred or shifted in the correct direction if a change occurred this is normally done with the same instrument cross-section reliability must also be tested this is done in one of two ways either by using equivalent item instruments to determine the agreement between the instrument being tested or using a reliable comparator عشان خاطر اقيس reliability ممكن استخدم instrument ثانيه عشان اعرف هل فعلا بتقيس كل مره صح كده مظبوط ولا لا the items can be incorporated into new instruments or given as a separate instrument test of inter-iterator reliability are used the comparator must be in fact previously determined as equivalent or the instruments are being tested for equivalency not reliability responded burden needs to be considered as done or the older question responded burden يعني المشقه اللي هيعاني منها اللي هيعمل الكويستشنير ده
لازم احطها في اعتباري وانا بشوف ان الكويشنير ده ريلايبل ولا لا. Validity. Validity for an instrument to be determined valid has to be tested in a large sample for several components of validity. Even if a validated instrument of one group has to be re-evaluated for another group. This must also be done if the method of administration is changed from a pen to paper or computer assisted. Whether an instrument can be used for different level of literacy, physical, mental limitation. لازم اراعي اولا ان انا النتيجه مش تغير. لو انا بالبن الكوشنير ده كان بالقلم او الكوشنير ده كان على الكمبيوتر اكيد لازم افوض ان تدي نفس النتيجه. ولازم اراعي ان الانسترومنت ده بيراعي ان انا مثلا بعمل كوشنير مثلا بديه لمجموعه من الناس مثلا في قريه بسيطه. فما ينفعش الكويشنير ده يكون كله اسئله مثلا باللغه العربيه الفصحى او بالانجلش مثلا. افترض ان مثلا الكويشنير مثلا في لغه قريه مثلا اهلها مش متعلمين قوي او كده, فانا ما ينفعش احط الكويشنير ده مثلا بالفرنش او بالانجلش, هم هيعرفوا ازاي. يعني لازم اراعي اللي انا هقدم له الخدمه دي ان هو يكون فاهم الكويشنير او يكون مناسب ليه. Assurance that the item is measuring what is supposed to measure, not a co-factor such as age or concomitant non-health factor related factor is needed. In addition to the individual items being validated, the entire survey must meet the same qualifications. تمام. بصوا الكلام ده رغي كتير والله انا عارفه, بس انا لازم انقل الحاجه من الكتاب يعني عشان خاطر الامانه بس مش اكتر. لكن اللي يهمني زي ما قلت تفهموا الموضوع. اي كلمه ريلابيلتي يعني ايه؟ ريلابيلتي يعني لو عملت عندي الكويشنير ده عملته مره واثنين وثلاثه وعشره هديني نفس النتيجه. Validity يعني الكويشنير ده لما بديه الناس يكون valid. انا والله انا بعمل كويشنير عشان خاطر مثلا اقيس ديبرشن, فلو الكويشنير ده قال لي ان الانترفنشن اللي انا عامله ده ما بيساعدش على الديبرشن يبقى بيساعدش على الديبرشن. لو الكويشنير ده قال لي لا الانترفنشن ده كويس سمعت فيه ده كويس للديبرشن, بمعنى كده الانترفنشن ده كويس. لازم يكون valid, لازم يكون صحيح. تمام. The types of validity: phase validity, content validity, construct validity, criterion validity, criteria validity, known groups validity. برضو نفس القصة رأيي كتير في كتاب عن الموضوع ده باختصار شديد. ايه هي face, content, construct, criterion, factorial و non-groups validity. خلينا نبتدي بالسهل. non-groups validity انا بستخدم مجموعتين, مجموعة عندهم المرض ومجموعة ما عندهمش المرض واديهم نفس الكوشنير عشان اعرف ان انا هل الانسترومنت اللي عندي دي بتعرف تفرق لي بين المجموعة دي والمجموعة دي ولا والله فرقت لي. الكوشنير طلع ان الناس دي ما عندهاش والناس دي عندها, وهم فعلا عارف ان الناس دي عندها والناس دي ما عندهاش. والله الكوشنير ده ممتاز, ده فعلا طلع صح, الناس دي فعلا ما عندهاش والناس دي عندها. تمام. فاكتوريال فاليديتي ده حاجه الفاليديتي دي حاجه متعلقه بالستاتستكس والاناليسيس وكده, يعني مش هنعرف احنا نحكم عليها. دي لازم بتعمل لها ايه الفاكتور بتعمل عمليات احصائيه حاجات عشان نعرف صح ولا لا, صح ولا غلط. تمام. نيجي بقى حاجه اللي تهمنا. فيس فاليديتي يعني ايه فيس فاليديتي؟ فيس فاليديتي جايه من فيس. لما ابص كده جالي كويشنير ده انا بعمل اصلا كويشنير عشان خاطر في عياده ديبرشن علشان اشوف ان الناس دي الانترفنشن اللي انا بعمله معاهم ده كويس للديبرشن ولا لا. فلما اشوف الكويشنير ده ابص عليه كده من بره اعرف والله ده الكويشنير بتاع الديبرشن من غير ما ادخل في التفاصيل. يعني ما ببص عليه فيس فاليديتي اول لما اشوف اتس فيس اي نو اتس فور ديبرشن. تمام. دي فيس فاليديتي. ايه هي بقى الكونتنت فاليديتي؟ الكونتنت فاليديتي يعني مثلا لو انا هقيس زي ما قلنا عياده بقيس ديبرشن, يبقى مثلا ما الاقيش سؤال ملوش علاقه بالموضوع. اي مثلا سؤال من ضمن الاسئله بيسال مثلا عن طول البيشنت او لون عينيه مثلا, يبقى ماشي انا الكويشنير بيقيس الديبرشن والكويشنير ممتاز. بس ايه علاقه الاسئله دي؟ الاسئله دي مالهاش علاقه, مالهاش لازمه اصلا في الكويشنير. يبقى ده هي دي كونتنت فاليديتي, ما لاقيش سؤال مالوش علاقه بالموضوع. تمام. كونستراكت فاليديتي. كونستراكت فاليديتي انا بقى ابص في الايه, في محتوى الامتحان. مثلا اكزامبل بسيط, لو انا عندي انا بعمل امتحان ماث. تمام كده. انا بعمل امتحان ماث لطلبه الثانويه العامه. امتحان الماث ده لازم يكون فيه هم بياخدوا مثلا الجبرا وجيومتري والالجوريثم مثلا, وبياخدوا ستاتستكس ان هو الناس الثانويه عامه. بس المهم يعني نفترض يعني ان هو في الامتحان ماث, فلازم يقيس لي اربع جوانب هي المواد اللي بياخدوها الماث. لو الامتحان ده بواسطه عليه عرفت ان هو امتحان ماث, فخلاص الفيس فاليديتي بتاعته ممتازه. كونتنت فاليديتي تمام, بواسطه على كل الاسئله لقيت الامتحان ده كله فعلا الامتحان ده كله ممتاز. لما الاسئله كلها بتتكلم عن الماث ما لقيتش امتحان مثلا انجلش, كونتنت ما لقيتش مثلا من ضمن الاسئله تقول السؤال مثلا سبيلنج, يبقى انا كده ايه كونتنت تمام. الكونستراكت لقيت الاسئله كلها بتسالني على الالجبرا, مش جايب سيرت الجيومتري ولا الالجوريثم ولا الستاتستكس ولا اي حاجه من الحاجات دي, كل الاسئله الجايه في امتحان الالجبرا, يبقى كده ده الكونستراكت بتاعته فاليديتي ضعيفه. ليه؟ لان هو الكونستراكشن بتاعه ضعيف, بيقيس جانب واحد بس. لا هو المفروض يلم كل اجزاء المنهج او يلم كل اجزاء الحاجه اللي انا عايز اقيسها. لو انا بتكلم مثلا بعمل مثلا كويشنير عن الديبرشن, فهو لازم يقيس لي بقى النيجاتيف والبوزيتيف سيمبتومز. طبعا ناسيه بصراحه
ناسي السايكاتري, بس هو عامه بيقيس مثلا النيجاتيف سيمتوم صح, النيجاتيف والبوزيتيف, بقيس النيجاتيف وبقيس البوزيتيف وبقيس كل حاجه عن الديبرشن, مش بس كل الاسئله عن البوزيتيف سيمتومز. طب هو في نفترض البيشنت ده بيعاني من نيجاتيف سيمتومز, يبقى انا كده هعمل اندر استيميشن او اوفر استيميشن للكيس, فانا كده غلط. الكونستراكت لازم بيقيس كل جوانب الحاجه, الموضوع اللي انا عايز ايه اعمله ايفالويشن. كرايتيريان فاليديتي هي دي امكانيه التست ده ان هو يعمل بريدكشن عن الحاله بتاعتي في المستقبل. اللي انا مثلا بعمل كويشنير عن الديبرشن, قلنا في عياده بعمل كويشنير عن الديبرشن, يبقى طالما الكويشنير ده لما اشوف الكويشنير كده اعرف ده البيشنت ده على فكره هينتحر, هيحاول ينتحر قريب. البيشنت ده على فكره عنده كومبلاينس عالي وهيستمر ان شاء الله على الدواء بتاعي, فانا بقدر الكويشنير ده هيديني انديكيشن عن المستقبل في ايه. تمام, دي شرح باختصار جدا موضوع الفاليديتي. نقرا بقى الكلام ان شاء الله يكون سهل عليكم. كونتنت فاليديتي بريزنتس اوف, اول حاجه فيس فاليديتي ات لوكس اوكي تو ميجر وات اتس سبوست تو ميجر. كونتنت بريزنتس اوف ايتم ميجرينج اول امبورتنت اسبيكتس اوف دومين اور دايمنشن بينج اسيسد. كونستراكت measure how well an entire instrument or series of items produce results consistent with the theory of what should happen. Ideally, the instrument will produce results similar to those of other tools trying to measure the same construct, convergent validity, while not producing results consistent with tools measuring other domains of dimensions, divergent validity. ايه بقى الconvergent والdivergent دي برضو باختصار؟ يعني مثلا احنا عندنا حاجة اسمها النيوروتيسيزم في الديبرشن. تمام كده, النيوروتيسيزم ده مفروض لو انا بقيت الكوشنير ده يبقى النيوروتيسيزم ده يبقى ريليتد للنيجاتيف افكتيفيتي, لكن ما ينفعش لكن لو النيوروتيسيزم ده الدايفرجنت فاليديتي ان هو ان انا اقول ان النيوروتيسيزم ده ملوش علاقه بالكومبلاينس. الكوشنير ده طالما بيقيس النيوروتيسيزم يبقى ده لو لقيت المريض ده عنده كذا يبقى المريض ده بالتالي عنده نيجاتيف ايه افكتيفيتي, لكن لو لقيت عندي نيوروتيسيزم ما ينفعش اقول يبقى ده كومبلاينس. مال الكومبلاينس, مال البيش داخل ده ولا بان هو حاسس عنده حاجه عنده نيوروتيسيزم, مال ده ملوش علاقه. فالدايفرجنت يعني ملوش علاقه بالموضوع, لكن كونفرجنت يعني ليه علاقه بيه. تمام, كرايتيريان فاليديتي كومبيرنج تو انذر انستنت بريفيرلي ذا جولد ستاندرد فور ذا ميجرمنت. فاكتوريال فاليديتي هي اللي احنا قلنا ستاتستيكال factor analysis to assess convergent and divergent validity. Known gross validity, احنا قلنا discriminant, use discrimination بيفرق بين الناس, use the known groups with and without disease of different age groups to measure whether the instrument can make this discrimination. Question, you are trying to measure the construct validity of the propensity for drug abuse by comparing youth in the drug rehabilitation with youth who abstain from recreational drugs, which best dispensate this type of validity. عندنا مجموعتين من الناس, واحدين ناس بياخدوا drug abuse بيقول لك بعمل concept propensity of drug abuse comparing the loss in drug عائلة التأهيل, من مجموعة تانية لسه بتاخد منعينها عن في ناس مجموعتين, مجموعة بيعملون عائلة التأهيل ومجموعة تانية احنا منعينها اصلا عن recreation drugs. فانا عايز اشوف بقى الفرق بينهم ايه, هل الناس دي تعرف تفرق بين الناس دي والناس دي لا ولا لا, فانا اعمل ايه, اعمل which type of validity هيفرق لي. known groups طالما مجموعتين يبقى known groups validity. instrument purpose, ايه purpose اصلا من instruments دي, they have main purpose which are similar for population or individual, discrimination or the ability or identify difference between subject, prediction or the ability to determine probable subject outcome at some point in the future, monitoring or the ability to measure the change within a subject if change occurs. Each of these has important clinical and research uses. Each of these has important clinical and research uses. The instruments usually cannot be used for three uses. Types of HRQL instruments. HRQOL اللي هي health related quality of life instruments. Evaluate the impact. عندنا نوعين من instruments. Questionnaires دي أو instruments دي نوعين. في نوع specific وفي نوع generic. في فرق بين الاثنين.
الديزيز سبيسيفيك ده غالبا بيستخدم مثلا ايه في عياده الدكتور. مثلا الدكتور عايز يتابع على العيانين بتوعه مثلا, او يعرف الانترفنشن اللي يعمله ده تمام ولا لا, هم راضين على العلاج ده ولا مش راضين على العلاج ده. فهو ده ايه ديزيز سبيسيفيك, provide specific information concerning outcomes that are uniquely associated with a disease. Advantage more relevant for specific population. بيستو ان هو انا مثلا دكتور مع عيانين بتوعه, فبالتالي اي تغير مع مريض او تحسن او الحاله بتسوء كده هيحس بيه, اي relevant change هيحس بيه. تاني حاجه ان هو انا مجموعه العيانين بتوعي دول في عياده معينه ليهم ظروف معينه, هم كلهم مثلا من نفس الخلفيه او من نفس العمر او من نفس التعليم او نفس الجينز او نفس كده, فبالتالي هي هتبقى مناسبه للمجموعه دي. لكن لو انا جيت اعمل نفسي كويشنير, النتائج اللي انا هحصل عليها من الكويشنير ما ينفعش اروح اطبقها مثلا في عياده ثانيه مثلا بتاعه بطنه او عياده جهاز هضمي, مش هينفع, هتبقى ايه صعبه. This advantage cannot compare across populations, less likely to detect anticipated effects. ما ينفعش اعمم الموضوع ولا هستخدمها ايه في وسط population كبير. تمام. ثاني حاجه هي generic instruments measure general health and well-being. دي بقى دي ممكن اعملها. Advantage broadly applicable, summarize a range of concepts, may detect anticipated effects. Disadvantage, sorry, they cannot detect smaller change, they may not be relevant to a specific population, the results may be difficult to interpret because respondents with similar scores may have differences in responses within domain. Most of generic instruments are profile instruments because they present individual scores for the domains. They may also some scores to create an index. تمام, معظمهم بيبقوا profile, وممكن اعمل لهم submission عشان اعمل index. تمام, احنا قلنا list of domains بتبقى ايه profile. Example, اعرفوا بس الاسامي, طبعا في حاجات كتير في الكتاب بس انا دول اللي عملت لهم copy paste الصراحه. SF36D2, SF12D2, SF6D quality of well-being, كل الحاجات دي هو generic instruments. تمام. Question برضو من الكتاب, you are conducting a patient reported outcome study on relapsing remitting multiple sclerosis, you want to use an instrument to monitor patient response to the drug therapy, which would be the best reason to select disease specific instrument. Extensive reporting, ليه هختار ايه المزايا, ايه اللي هيخليني اختار disease specific, يعني عايزين ايه من الاخر, ايه الادفانتج بتاعه disease specific. Extensive reporting on psychometric properties, responsiveness to small change, identification of impact of rare adverse effects, ability to compare results with those of patients with rheumatoid arthritis. لا, يبقى ايه الانسر, هي ايه هي ميزه اللي هتخليني اختار disease specific, ان هي responsiveness to small changes. Answer is B. تمام, دول كلمتين في اخر الكتاب برضو ننهي بيهم الموضوع بتاعنا. Ceiling and floor effects, survey instruments have limitation in the ability to discriminate at the top of scale and the bottom of scale. A point occurs when the difference between really and really good health and excellent health. صعب ان انا السيرفيز دي بخليه اقول مثلا اوكي ده اتس جود خلاص, ده صحته كويس, ده اتحسن, ده ما اتحسنش, لكن صعب قوي ان انا افرق بين جود هيلث اند اكسلنت هيلث. صعب ان انا افرق بين ان انا ده حد كويس وكويس قوي, دي اللي صعب افرق بينها بالايه بالانسترومنتس بتاعتي. Well established instruments present the value above ceiling and the below, which is the floor difference in response, may be random error. This is similar to concept of beta error in the statistics. Disease specific instruments can often better detect difference at the end of the scale. غالبا disease specific هي اللي هتقدر تميز لي لو في ايه small changes. تمام. Interpreting scores, الscores اللي بحصل عليها دي انا عملت questionnaire, طبعا الscores بقى دي بعمل لها interpretation ازاي, بمثلها ازاي, او بقول دي كويس او وحش ازاي. عن طريق ثلاث حاجات, حاجه اسمها percentile rank 20% 30% نتيجه السكور ده 20% لا 30% لا 50%. ممكن حاجه اسمها زي سكور, وممكن حاجه اسمها تي سكور. التي سكور دي اللي خدناها في البادي ماس اندكس, نفس القصه. السكورز نتكلم عليهم بالتفصيل. ذا نورمز ماي بي ريفرنس سيت اوف سكورز كولد نورمز. المجموعه من السكورز دي بنسميها نورم. النورم دي ماي بي برسنتايل رانك, هاويفر بيكوز برسنتايلز ار نون لينير, ذا ديفرنس ان ا تشينج اد هاي اور لو اند از جريتر ذان that in the middle. Others use a z-score where scores are given a unit of standard deviation. The interpretation is how many standard deviation in the comparative score from the norm mean. T-score, and instead of mean being 0, it is 50. يعني باختصار, z-score ده عبارة عن standard deviation, percentile z%, والt-score ده شبه z-score, بس t-score هي mean بتاعه بيبقى 50 بدل 0. تمام؟ برضو ايه؟ اعرفوها مش اكتر, دي حاجات اللي حطيتها ايه خط.
question, satisfaction with health is a humanistic outcome. You have designed a new survey instrument designed to directly measure this construct. You are starting a new study using this instrument in general population of older adults to identify norms within your state. Which category of assessment would best be categorized your research? And I'm research on A, and it's satisfaction. What I survey, oh, satisfaction with health in a humanistic outcome. Has started by economic modeling, outcome research, patient reported outcome, or the pharmacoeconomic analysis. A, B, is the satisfaction of that patient. Patient reported outcome. Answer is C. تمام انا كده خلصت. اتمنى ان انا كنت شويه اوقات بكم او تكونوا استفدتوا بقى بكم حاجه مفيده. حاولت اختصر بقدر الامكان. انا عندي كان في باور بوينت معمول السنه اللي فاتت من غير صوت, كان في اختصار شويه عن الموضوع ده, هتلاقوه طبعا في الفايلات القديمه بتاعه الجروب اللي حابب يطلع عليه يعني. بس يعني انا اعتقد ان الفايل ده نوعا ما برده مش يعني مش كتير قوي, هم 80 سلايد يعني, بس من ضمنهم اسئله يعني, من ضمنهم سلايدات فاضيه وسلايدات صور. فان شاء الله الموضوع ما يكونش كبير عليكم, واي استفسار طبعا تحت امركم, وربنا يوفقكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشابتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.